مشاهدي قناة الحياة الأحباء، سلام المسيح يملأ قلوبكم. إحنا معاكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل. قبل ما نبدأ موضوعنا اسمحوا لي بسرعة أنوه عن بعض الأمور. الأمر الأول، قريبا على برنامج الدليل وعلى غرار الرد على المفكر سيد القمني حيتم الرد أيضا على دكتور وسيم السيسي، وبنعمة المسيح حنعلن في وقته عن تاريخ الحلقات. الأمر الثاني، إحنا حلقتنا النهاردة مدتها ساعتين، نشكر المسيح على عمله وكرمه، وبنشكر إدارة قناة الحياة لأنها وافقت على طلبنا، وإحنا بنقدر دعمها وتشجيعها لنا. الأمر الثالث خاص بالمشاركات، فالحلقة بالرغم من أنها ساعتين لكن في الساعة ونص الأولى مش هنقدر ناخد أي مداخلات لغاية ما نكمل الموضوع للآخر، وفي الوقت المناسب حنعلن عن فتح الخطوط. الأمر الرابع، رسالة مني للأحباء الملحدين. بحلقة النهاردة هتعرفوا أنه العلماء اللي أنتوا بتضعوا كل ثقتكم فيهم وبتعتقدوا أنه عندهم الحق المطلق هم أشخاص مزورين على أعلى مستوى، والدكتور القمني هو صورة مصغرة بالنسبة لي أنا لعلماء التطور المزورين، لأنكم هتشوفوا النهاردة التزوير على أصوله، فبلاش تراهنوا على حياتكم الأبدية رجاء يعني. الأمر الخامس والأخير، أنا النهاردة مش حدير الحوار كالعادة وحتعرفوا بعد شوية ليه. طبعا أنتم في انتظار اليوم ده اللي وعدناكم فيه بحلقة مختلفة جدا، مميزة جدا وصاعقة جدا جدا، وانتظاركم مش هيخيب. في حلقة سابقة احنا كنا طلبنا من حضراتكم تنزلوا على كمبيوتراتكم حلقتي موقع التجلي الأعظم قبل ما يبدأ أو يتم اللعب فيها، واللي كنا متوقعين وحصل وتم فعلا اللعب فيها. عارفين مين اللي عمل كده؟ اللهو الخفي اللي ما يتسماش. واللهو الخفي من غبائه الشديد كان فاكر أنه حلقتنا النهاردة هتكون عن الموضوع ده، عن موضوع اللعب في الحلقات، فحب يعمل لنا مفاجأة في آخر وقت. تعالوا نرحب بوحيد عشان نفهم الحكاية. أهلا بك وحيد. أهلا فدوى، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان. الرب يبارك حياة الجميع. طيب، في ناس ممكن تكون كشفت اللعبة وفهمتها، في ناس تانية مش واخدة بالها، ممكن أنا بسرعة عشان الوقت، حتى لو ساعتين الحقيقة الوقت مش كافي النهاردة، فخليني بسرعة كده. تابع مع عزيز المشاهد، ده الموقع بتاع قناة القاهرة والناس، لمجرد أنك أنت تكتب في السيرش بتاعه موقع التجلي الأعظم. لو لاحظت معايا كده دي هتطلع قدامك الحلقات، يعني مثلا كبر لك كده شوية، دي الحلقة الكاملة، دي كانت يوم 18. لو تلاحظ الوقت هنا، الوقت دقيقة و14 ساعة و14 دقيقة و12 ثانية. لما جات الإعادة يوم 25 زي ما شايف قدامك عزيز المشاهد، تم حذف 4 دقائق وحوالي 9 ثواني. ده ليه حصل في الحلقة الأولى. الحلقة الثانية كانت موجودة على اليوتيوب زي ما هي كده بساعة دقيقتين 21 ثانية. بالنسبة للحلقة الثانية، الشيء الغريب اللي لفت نظري، شوف انه دي الحلقة الكاملة 19 اكتوبر ودي 26، دي الإعادة. هي 19 اكتوبر كانت 39، دي الحلقة الكاملة، ولا الحلقة الكاملة المفروض ساعة ودقيقتين 21. لما كنا احنا بنطلع في البدايات قبل التنبيه كنا بندور على حلقات السيد القمني، لا نجد الا حلقتين فقط على اليوتيوب. تلاقي الحلقة الأولى مقطوع منها ال4 دقائق مش موجودة على اليوتيوب، وتجد الحلقة الثانية كما هي ساعة ودقيقتين. وكان التساؤل، طيب ليه حصل ده؟ فرجعت أنا وفدوى ل4 دقائق، وعرفت من ناس كمان متوحرين على الإنترنت، أنت بتقدر أنك أنت بطريقة ما واستخدام برامج معينة إزاي أنت تلعب في التواريخ. أوعوا تفتكروا أنه ده الموضوع بتاعنا. الناس اللي طلبنا منها تنزل الحلقات هو ده كان الموجود في وقتها على صفحة القاهرة والناس وعلى اليوتيوب، وأكيد لاحظتوا. موضوعنا مش أنه ليه حذفوا،
لكن موضوعنا إيه اللي في الجزء المحذوف؟ ده موضوعنا بتاع النهاردة. الناس اللي تابعت من البداية ونزلت الحلقات هتلاقي إنه الجزء اللي نزلته ساعة 10 دقائق ما فيهوش الجزء اللي هنقدمه النهاردة. خليني أبدأ بالفيديو الأول للدكتور القمني وبعد كده أعلق وبعدين نعرف مع بعض عنوان حلقتنا النهاردة إيه. فخلينا نشوف فيديو رقم 1 ونرجع مع بعض. هنا نبتدي ننتقل إلى نقطة أخرى من التساؤلات اللي بتزعج الذهن العاقل، اللي هي بتطلب حل لمشكلة. إيه حكاية عصا بتتقلب حية؟ والعصا لما تتقلب حية ده بعدين لا وتشق المية كمان زي عبور، ويبقى ده سور وده سور، دي مية ودي مية، والناس ماشية كده على أرض جافة. ده كسر القواعد الطبيعية وحسب منطق العقل. العقل بيرفض مثل هذا الكلام، لكن على حسب الإيمان الناس بتؤمن، لأنه الدين بيقدم أقوال يقول هذه معجزات عليك أن تصدقها. طب ننظر للوحة الأولى أمامنا علشان نتكلم في المدهشات بقى. أمامك إنسان واقف ماسك عصاية، والعصاية دي رأس تعبان طلع منها كده وملفوف حوالين بعض. إيه دي بقى؟ اللوحة العجيبة دي. لا طب نلجأ لعلماء المصريات نقول لهم إيه اللوحة دي يا علماء المصريات؟ ما عندوش إجابة، إنما هو يستطيع أن يستنتج إجابة فيقول ده الإله آتوم وهو يصارع أبو فيس إله الشر أو ستش أو كده أو ست أو ستخ إله الشر في شكل حية. طب زي بعض خلينا نقبلها ونفوتها. ماشي، الإله آتوم ماسك العصاية دي ما تحولتش الحية ولا حاجة، ده هو بيصارع التعبان زي بعض، وإحنا هنقبل الكلام ده. أوكي، ببساطة خلينا إحنا ناخذ الجزئية الأولى. دي الصورة اللي حضراتكم شايفينها قدامكم، يا ريت نحطها للأحباء المشاهدين. الصورة اللي استشهد بها الدكتور القمني، والدكتور القمني عاوزها بالعافية إن العصاية طالع منها راس تعبان زي ما سمعتوا، يعني بالعافية كده. طيب دي عصاية طالع منها راس تعبان ولا التعبان دماغه قدام العصاية؟ مش مشكلة، بس أنا بسأل الدكتور القمني، يعني أنت شايف دلوقتي التعبان راسه طالع من العصاية؟ على كل هنشوف مفاجآت كبيرة النهاردة لم يتوقعها الدكتور القمني، تابعونا. بنعمة المسيح، شكرا لك. مشاهدين أهلا بكم مرة ثانية. طبعا أكيد حضراتكم متشوقين لمعرفة الجزء اللي تم حذفه في البداية، فتعالوا بسرعة نشوف عنوان حلقتنا النهاردة. الدكتور القمني يزدري العقول ويزور في علم المصريات. لأهمية الحلقة دي ولخصوصيتها، ولأن الدكتور القمني حسب ما سمعتوه في الفيديو بيقول أن علماء المصريات لما بنسألهم عن اللوحة دي ما عندهوش إجابة، لكن بيستنتجوا. هنشوف علماء المصريات. عشان كده إحنا وكعادتنا في برنامج الدليل كان لازم كلامنا يكون كلام علمي أكاديمي محصن بالوثائق حسب تعبير الدكتور القمني. فاستضفنا النهاردة عالماً مميزا متخصصا في علم المصريات ونقوشها ولغتها، وهو الدكتور البروفيسور أشرف إسكندر صادق، حيكون معنا على التليفون بعد شوية. وقبل ما نرحب به خلينا مع وحيد نشوف حجم هذا الرجل العملاق اللي بكل أمانة السيرة الذاتية بتاعته أو السي في بتاعه يخض. هنرحب بوحيد مرة تانية ونشوف السيرة الذاتية للدكتور. أهلا فدوى. بصراحة السيرة الذاتية للبروفيسور أشرف صادق هي مش هتاخد مننا وقت كبير، لكن أنا هأخذ الجزء اللي هو يختص بحلقة النهاردة. طيب كده هيكون معي المشاهد البروفيسور أشرف صادق، حائز على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا، وكانت رسالة الدكتوراه في النصوص الهيروغليفية والهيراطيقية بمناجم الأحجار الكريمة بالنوبة، وأيضا حائز على درجة الدكتوراه من جامعة ليفربول، وكانت رسالة الدكتوراه في النصوص الهيروغليفية والهيراطيقية الدينية الخاصة بالتقوى الشعبية، ثم أستاذ المصريات والقبطيات سابقا في جامعة ليون ثم جامعة بواتيه بفرنسا،
وحاليا في جامعة ليموج بفرنسا أيضا، وتخصص علم المصريات وخاصة اللغة المصرية الهيروغليفية، وله شهادة عالمية في إدارة الأبحاث من مدرسة الدكتوراه العليا بجامعة ليموج بفرنسا، وهو أول من وضع قاموسا من الهيروغليفية إلى الفرنسية. زي ما شايفين يعني إذن تخصص المصريات تخصص الموضوع بتاعنا اللي حنتكلم به النهاردة. نعم. طيب خلينا نرحب بحضرة البروفيسور، أهلا بك دكتور أشرف. أهلا بك. أهلا بك. شرفنا وجودك في معانا يا دكتور. أنا اللي تشرفت بيكم، أخذنا بركة. أهلا بك بروفيسور أشرف، أنا هتابع مع حضرتك على طول لأنه الوقت إحنا محتاجينه، هنشوف فيديو وعاوز حضرتك تسمعه معانا وتشاهده، وبعد كده هنشوف يعني حضرتك كشخص متخصص ما الذي تراه في هذا الفيديو. نشوف مع بعض فيديو رقم 2 ونرجع مرة أخرى. لكن لما تروح للوحة رقم 2 انت عندك 4 سيدات واقفين، وهنا في مية زجزاج، الزجزاج ده علامة ان دي مية، المكان اللي واقفين فيه سليم نظيف ما فيش مية، واحدة عاملة ايدها كده على المية دي، واحدة عاملة ايدها كده على المية دي، دي عملية شق للماء، ما فيهاش عصاية. هو المصري القديم كان يقدر يشق المية بالشكل ده؟ سؤال هام جدا. إذا المسألة مش مجرد أساطير أو كلام أديان نؤمن بيه وخلاص، الحكاية فيها كلام، الكلام له أصول، الأصول في اللوحة رقم 3 أمام حضرتك، مية كده ومية كده وفيها الزجزاج، واللي واقفين فوق سيدات سميهم كهان زي ما بيقولوا بتوع علماء الإيجيبتولوجي، الكهنة، كاهنات، ماشي يا عم موافقين دول كاهنات، لكن المية دي مفلوقة نصين وفيها حية بتلعب كده في الفاضي. وبعدين يعني احنا هل نحن مع الفكرة الإيمانية؟ بالطبع أي مؤمن هيؤمن بالمقرر عليه في دينه، لكن على المستوى العقلي وحده الفكرة الله. طب وإذا الفكرة غير معقولة فكيف كانت موجودة عند المصريين قبل ما تجينا في التوراة وبعد كده في القرآن؟ ده سؤال شديد الأهمية. يعني إيه حية فلقى المية نصين وبتلعب في المكان الفاضي؟ طيب أزيدكم من اللوحات لوحة. طيب هنيجي للوحة اللي هيزيد الدكتور القمني بعدين. خلينا دلوقتي في هذا الجزء عزيز البروفيسور أشرف، سمعت حضرتك الدكتور القمني، خليني أسألك هل هذه الصورة بداية لها أي علاقة بأن المصري القديم في كل تاريخه كان يقدر أن يضرب الماء ويفلقه؟ أنا وضعت الصورة للمشاهدين، اتفضل حضرتك نسمعك. طبعا الكلام ده مش موجود إطلاقا في التاريخ المصري. لما اللي شفناه في الفيديو ده عبارة عن صورتين بيكملوا بعض، وبعدين خليني أتكلم عن كل واحدة فيهم. الصورة الأولى أسود وأبيض، هي أصلا ملهاش أي علاقة بالأرض إطلاقا، يعني الأخرويات، يعني عالم الروح والأرواح، وهي أساسا من كتاب القيامة المعروف بكتاب الموت. وعشان كده هنجي الصور دي موجودة في أغلب المقابر الملكية، وفي الصورة اللي قدامنا نشوف يعني إيه ده، علماء الدين المصري القديم بيرسموا حالة الإنسان بعد الموت، ودول مش سيدات من الأرض أو أرضيين أبدا، دول عبارة عن أرواح إلهية زي الملائكة عندنا. يعني هم دلوقتي في المنظر ده في نهر سماوي ومش على الأرض، وجايمين بشفط المية من الجزء اللي واقفين فيه علشان يعملوا فخ أو مصيدة للتنين اللي بيمثل الشر. التنين المقصود هو أبوفيس بالهيروغليفي لاسم عاب عاب،
اللي منه كلمة بعبع في العامية المصرية، وكل ده ملوش علاقة بالبشر، يعني دول مش بشر إنما مخلوقات سماوية. طيب يحير اللي بيقوله. تمام. طيب بروفيسور أشرف، أنا وضعت الصورة الثانية، يعني احنا فهمنا دلوقتي الصورة الأولى الكائنات السماوية دي بتعمل فخ لاصطياد أبو فيس اللي هو الشرير أو الشر. أنا حطيت الصورة الثانية اللي استخدمها برضو الدكتور القمني، وعلشان يعني من خلال كلامه بيقول إنه المصري القديم كان يقدر يفلق المية ويشقها قبل موسى. إيه شايف فيها حضرتك كمتخصص في علم المصريات؟ أنا حطيت الصورة، ادينا كده في بداية مدخل لهذه الصورة. الصورة الثانية دي هي مكملة لعمل المخلوقات اللي في الصورة الأولى، وهي بالمناسبة من مقبرة رمسيس الأول، وبنشوفهم هنا أنهم نجحوا واصطادوا التنين اللي بيمثل الشيطان في الفخ اللي نصبوا لي، اللي نصبوا لي في الصورة الأولى. طيب أنا عايز أعلق 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 تعليق صغير، أعلق تعليق صغير حضرة البروفيسور. يعني للمشاهد أنا عاوز أقول كلمة، لحد هنا ممكن واحد يقول طيب أدينا بنسمع كلام، فين الشرح، فين الأدلة، فين الإثباتات؟ فأنا عاوز أقول لهم خلينا نبدأ بالمفاجآت التي لم ينتبه لها الدكتور القمني. طيب بروفيسور أشرف، أنا حكبر الصورة دي، جزء في الصورة مهم وأضعه للمشاهدين، وأسأل حضرتك، أدين أنا كده كبرت الصورة، أنا شايف ما هذه الكتابة المكتوبة فوق رأس التنين هنا جنب الرأس أهو، مش عارف هل كده ظهر قدام المشاهدين، وكمان فوق ظهره في كتابة كبيرة أو كثيرة طويلة كده، هل يمكن قراءتها بالهيروغليفية وترجمها لنا حضرتك؟ الكتابة واضحة، يعني عندي مكتوب حررت، يعني استبعاد أو طارع طرد منع بالقوة الجبرية التنين أبو فيس. ده الجزء اللي قدام الرأس؟ ده الجزء اللي قدام الرأس. طيب عشان أنا بعلم للمشاهدين، يعني في الجزء ده مكتوب استبعاد أو طرد، ممكن تقرأ لنا بالهيروغليفي تاني؟ حررت مس عبعب ميجو إرسنو هاي شير خير اس دوات، وفي قراءة أخرى ام دوات، ام دوات يعني عالم الآخر، عالم الروحيات، عالم الآخر. تمام، يعني حضرتك قرأت اللي قدام الرأس، وقرأت أيضا اللي مكتوب على ظهر التعبان أو التنين اللي هو أبو فيس. طيب الترجمة اللي على ظهر التنين ده إيه مكتوب؟ إيه الترجمة بتاعتها للغة العربية؟ الترجمة هي مانع، يعني بطريقة إجبارية، يعني اللفظ بيدل على كده، للتنين من أن يعطي 12 نسلا من الأشرار على هذا المكان الموجود في العالم الآخر. فإحنا كمتخصصين في المصريات مش بنتخيل، تخيل يعني زي ما قال الدكتور القمني، لا ده عندنا نصوص واضحة مكتوبة هي اللي بتفسر، يعني بتفسر وبتتكلم عن نفسها، يعني انا مش قادر افهم عن اي منطق، يعني ومن اي منطق جاب هذا الكلام اللي بيقوله. طيب تعرف يا اخ وحيد، ثواني يا دكتور، بس اسمح لي بتعليق قبل ما تبدا حضرتك في الجزئيه، اسف للقطع. انا بعتبر هذه ضربه موجعه للتحريف احباء المشاهدين وللتزوير. دكتور القمني يقول ان علماء المصريات بيقولوا ما نعرفش، تسالهم ايه ده يقول لك ما نعرفش، لكن بيخمنوا. بس الدكتور القمني لأنه لا يعرف قراءة الهيروغليفية زي أنا، فات عليه أن الفنان المصري كتب على لوحته هو قاصد إيه. يعني مش بس زي رسوماتنا في هذا العصر بنرسم منظر، لا، الفنان المصري يرسم ويكتب زي ما أنتم شايفين كتابة، هنا اسم التنين أبو فيس، وهنا الرسالة إيه نمنعه من أنه يعطي نسل. لاحظ عزيزي المشاهد، لوحة بتتكلم كمان عن العالم الآخر، بس الدكتور القمني زي ما أنا ذكرت لأنه لم ينتبه إلى أن هناك لغة هيروغليفية
قدم أدلة خطأه بنفسه، جايب الصورة اللي هي فيها الكتابة اللي ضده، هو مش واخد باله أصلا، مش شايف، ما يعرفش ده إيه، ومكتوب فيها أبو فيس، ومكتوب إيه المقصود، هم عايزين يعملوا إيه. صح. كان يمكن أن أتوقف لهنا مع الدكتور البروفيسور أشرف وأقول له شكرا دكتور، يعني ما قدمته هذا ينسف، خلاص بصراحة كفاية. إن الدكتور القمني واضح أخطأ تماما في استخفافه بعقول المستمعين، العقول اللي هو بينادي باحترامها. فحضرتك اتهمت علماء المصريات بأنهم بيخمنوا، اتضح حضرتك بتختلق دكتور القمني أمرا لا وجود له في اللوحة، وكل ده بس علشان تقول موسى ما يقدرش والموضوع أقدم من موسى. عزيزي الدكتور القمني اتضح أنه كلامك خطأ ومختلق ولا وجود له في هذه الصورة. أنا آسف، تفضل كمل دكتور، طولت على حضرتك. معلش معلش، دلوقتي يا أخ وحيد، المخلوقات السماوية دي يعني بتقوم بعمل ما يسمى ضربات استباقية للتنين علشان تحقق هدفين. الأول زي ما هو مكتوب في الصورة، مكتوب باللغة اللي بنفهمها وقريناه من شوية، إنهم يمنعوا التنين من أن يخلف أو يولد أو ينسل ويكون له نسل فيكثر الشر. والهدف الثاني، أما الهدف الثاني فهو إنهم يمنعوا جريمة التنين الكبرى علشان ما يعطلش خط السير إلى النور في إكمال رحلته ليشرق على الصالحين ويتبعوه، وكمان بيمر في مسيرته على الموميات المحنطة وأرواحهم في مكان الانتظار علشان يشرق عليهم ويحييهم، يعني يقيمهم فيتبعوا مسيرته في الأبدية ويتم اعتبارهم من الممجدين. يا أخو حيد، أيوة، أنا كنت بعت لك صورة لمشهد أكبر، أكبر الصورة السابقة اللي استخدمتها أو اللي استخدمها آسف الدكتور القمني، طبعا دي من مقبرة رمسيس الأول، يا ريت تحطها. اتفضل. أنا وضعت الصورة للمشاهدين، هي أمام المشاهدين الآن بروفيسور أشرف، تفضل كمل. رائع رائع. وبعدين ظهر يعني بطريقة جيدة جدا. هنا بنشوف منظر أكبر، الدكتور القمني يعني قطع جزء صغير من هذا المشهد العام وحاول يفسره فأخطأ تماما في التفسير. أنا بعلم، أنا بعلم وحضرتك بتتكلم الجزء اللي قطعه الدكتور القمني من كل المشهد ده، تفضل كمل. واضح واضح عملية القطع دي، يعني ممكن يقوم بها حتى عالم، يعني ناس من المتخصصين زينا، لكن أنا مش فاهم. طبعا سبب خطأه معروف، لأن أي شخص من غير ما يخلي باله من قراءة الكلام المكتوب في اللوحة وكمان من غير ما يتابع كل مراحل الصورة هيكون في أخطاء كثيرة، علشان حاول إنه يفهم الجزء المقطوع لوحده. طيب أنا عندي تعليق هنا صغير قبل ما حضرتك، قبل ما أسأل حضرتك، يعني صورة الدكتور القمني مبتورة مقطوعة، المنظر العام الكبير، وحنشوفه ليه مهم المنظر العام الكبير وليه تم بتر الصورة، خدت جزء صغير، جزء من جزء بالمناسبة، حتى دي مش كل المنظر، بعد شوي حتشوف المنظر العام كله، لكن يعني أخذ جزء من الجزء وطلعه وبيبص فيه لوحده. فإزاي ممكن الشخص يعني بيعمل بحث أكاديمي محصن بالوثائق يروح يجيب حتى من صورة زي ما عمل في التوراة كده، آية نص آية قطعة ويحاول يفسرها. بروفيسور أشرف، الموميات اللي فوق، أنا شايف في موميات في الصف اللي فوق، الموميات دي يعني أنا حكبر الصورة كمان علشان يكون معايا المشاهد، زي ما شايفين أحباء المشاهدين فوق الصف ده في موميات نايمة فوق كلها دي، فلو أنا كبرت لكم الصورة كده هتشوفوا الموميات أهي فوق كبيرة، وأكبر واحدة منهم، يعني الموميات دي فوق ليه؟ يعني عاوز أفهم أنا الموضوع أكثر، تفضل. ده سؤال مهم يا أخي، ليه؟
علشان الصورة مش حتة صغيرة، دي صورة كبيرة بتتفهم كلها مع بعضها، تمام، مكملة لبعض. فوجود الموميات في الصورة دي بيأكد علاقتها بالعالم الآخر. يعني الموميات دي بتمثل الناس الصالحين اللي ماتوا وأجسادهم محفوظة بالتحنيط زي احنا ما شايفين كده. فالرسام المصري عاوز يقول انهم في انتظار مرور إله النور بيهم علشان يشرق عليهم فيقيمهم من الأموات. خلينا أقطع بس حضرتك قبل ما تكمل، آسف. يعني خلي بالك عزيز المشاهد، الدكتور القيمني قطع في جزء مهم من الصورة، المومياءات. ليه؟ لأن المومياءات تكشف أن الصورة تتكلم عن أمور ما بعد الموت. والسؤال اللي أنا حاسبه لك، لماذا تم قطع جزء صغير من الصورة ويتسمى بحث ويتم يعني عرض أفكار بعيدة جدا عن الواقع؟ هذه المومياءات قدامكم، إيه علاقة ضرب المصري بما عشان يفلقوا؟ وهنا زي ما قرأ لنا الدكتور من شوية على ظهر أبو فيس وقدام رأس أبو فيس الرسالة، وكمان حنشوف بعد شوية حاجات تانية مش عايز أسبقها، بس فوق بنشوف المومياءات مما يدل إنها مرتبطة بالآخرة. آسف، تفضل لبروفيسور أشرف. دلوقتي كمان أنا بعت حضرتك خاحيد صورة للإله وهو بيمر بسفينته، فأرجو عرضها. هي يعني بكل سرور أنا مجهزة هي قدام المشاهدين، أنا حطيتها. تفضل كمل دكتور. طيب يعني إحنا شايفين هنا إن الإله، إله النور الشمس، هو بيمر بسفينته. بس عاوزك كمان يا أخو وحيد تحط الصورة اللي بتجمع الحدثين معا مع بعض. حاضر، أهي الصورة قدامهم، قدام المشاهدين، وكمان كبرتها أكتر علشان تكون واضحة. تفضل بروفيسور أشرف. هايل، هذه صورة مهمة لأن فيها كلام كتير. في البداية بنشوف إنها بتجمع الحدثين معا، اصطياد التنين ومرور الإله بسفينته فوق التنين بدون تعطيل. فعلا يعني يعني فعلا كلام حضرتك، يعني في حدثين فعلا اهو زي ما حضرتك سميته، إله النور فوق بس تحت التعبان او التنين موجود في مكان الفخ المنصوب. طيب زي ما ايوه هنجيله. اتفضل. اتفضل. وبعدين شايفين تحت في الصورة الإله أتوم بيمنع بنفسه حراك هذا التنين علشان ما يطلعش من المصيدة اللي وقع فيها. احنا قلنا قبل كده ان كانت ضربات استباقية، تمام، وتكلمنا عنها من شوية، تمام. يعني تفضل. طيب انا عاوز هنا في الجزئية دي اذكر المشاهدين بالفيديو اللي قبل كده الاولاني اللي فيه الدكتور القيمني جاب لنا الصورة دي وهو معترض، بيقول لك دي يعني راس الحية طالعة من العصاية، راس التعبان طالع من العصاية، هو بالعافية عاوزها كده. وبذكر المشاهدين انه بيقول انه علماء المصريات بيخمنوا وفات على الدكتور القيمني ان المصري رسم وكتب ليقول ما يقصد. خلينا نشوف المكتوب على الصورة المطابقة زيها بالضبط. بص كده عزيزي المشاهد، يعني ريتني كبل كده الشاشة لو سمحتوا. أيوة، بص أدي الصورة وأدي المنظر اللي قدامكم، لو لاحظت أهو ماسك العصاية. وهنا أنا بوري بس للأحباء المشاهدين، فأنا عاوز أسأل البروفيسور أشرف ما هي الكتابة بداية اللي جوار الكوع واللي أمام الرأس؟ يعني في كتابة بالهيروغليفي لو أنا مش مخطئ أمام الرأس بتاعة التعبان، وكمان جنب الكوع بتاع الشخص اللي ماسك العصاية. تفضل عزيزي. صح، اقرأها لنا بداية بالهيروغليفي وبعدين ترجمها بالعربي. الكتابة على رأس التعبان بالهيروغليفية هي عبعب، يعني أبوفيس، يعني لفظ آخر لأبوفيس،
20 عندنا الكتابة اللي جنب كوع اللي هي اسم أتوم، يعني واضحة جدا الإله أتوم. يعني دي مش حية طالعة من راس التعبان، ده الإله أتوم عند المصريين هو اللي يعني مسيطر على أبو فيس. أنا لو سمحت لي أنا بستغرب جدا، يعني دلوقتي في علماء كبار، يعني أنا ما بحطش نفسي أعلى منهم، موجودين في مصر، عندك دكتور علي رضوان ودكتورة زكية طب زادة والدكتور زاهي حواس ودكتورة علا العجيزي والدكتور علي عمر والدكتور عصام البنا وآخرين. طبعا أنا يعني اللي بيجي على بالي دكتور أذكرهم، ممكن أسألهم هم ده مكتوب إيه، يعني إحنا بنألف ولا بنخمن زي ما بيقول، يعني كلام يعني تمام. طيب يعني أيوة أنا أتفضل، يعني بس حفاظا للوقت، وأنا عارف المادة عندنا كبيرة، الصورة دي قبل ما نسيبها هل تحب حضرتك تقرأ فيها أي جزء آخر؟ أحب الحقيقة يعني أحب أقرأ مثلا اللي مكتوب خلف أتوم من بداية الشكل اللي زي العين من فوق لتحت. طيب خلينا أكبره كده، هو أنا كبرته قدام المشاهدين. يعني الدكتور عاوز تقرأ من مكان فين يا دكتور؟ العين اللي فوق هنا؟ من مكان العين؟ يعني اللي خلف أتوم. العين ده فعل اللي هو زي فعل يعمل، يعني بعدين بتبقى يعني اسم لما بيتحط لها تي فتتجري. طيب إيرت إن أتوم ريزيرا سحج إف كاكاو. والترجمة؟ بس مش الكاكاو اللي بنشربه. تمام يا دكتور. قام الترجمة قام أتوم بعمل ما يجعل راع إله النور يضيء الظلمات اللي هي كاكاو. يعني دلوقتي حتى وراء الشخص مكتوب هو عمل إيه يا دكتور القيماني. يعني خليني أقول لحضرتك دخلت في مسألة أنت حضرتك مش متخصص فيها. وراء هذا الشخص اللي ماسك عصاي اللي انت رفضته قلت علماء المصريات بيخمنوا ده كله بس علشان تقول موسى ما ضربش ولا في بحر اتشق، ففي نوع من الاختراع والتلفيق. هنا بنشوف قدامنا لا ده كمان مكتوب خلفه وهو ماسك هذه العصا انه قام بعمل ما يجعل رع عند المصريين اله النور يضيء الظلمات بايه، بانه يخضع أبو فيس. هل أنا صح كده عزيزي؟ صح طبعا صح 100%. طيب على كل مرة تلو الأخرى بيظهر بصورة جلية خطأ الدكتور القيماني. على كل مشكور حضرتك دكتور القيماني إنك قدمت لنا أدلة خطأ كلامك بنفسك بتقديمك صور حضرتك مش واخد بالك إنها فيها مكتوب هم عاوزين يقولوا إيه في اللوحة. طيب بروفيسور أشرف أنتقل للصورة التالية حسب الترتيب اللي حضرتك أرسلته، وأنا وضعت الصورة للمشاهدين. إيه اللي حضرتك عاوز تقوله من خلال هذه اللوحة؟ واضح الصورة دي طبعا مهمة جدا. أولا هي بتجمع الحدثين مع بعض، فبنشوف فيها أبو فيس وقع في الفخ ونهاية أتباعه في الصورة تحت في أفران النار. ثانيا الصورة بتؤكد ارتباطها بالعالم الآخر وليس إطلاقا بالأرض. يعني تقصد حضرتك إنها بتجمع بين سقوط أبو فيس أهو اللي ساقط أهو قدامنا فوق. أيوة. أتمنى يكون كده المشاهد متابع معايا التخطيط اللي أنا بعمله. واضح في الفخ واضح. وإعداد العذاب يعني في الآخرة لأتباع أبو فيس زي ما حضرتك قلت لنا اللي هم الأشرار، يعني اللي هم الأشرار. يعني الموضوع ملوش علاقة أصلا بالأرض حتى نقول إن لها أي علاقة بشق ماء. يعني ها هو أبو فيس وأتباعه يعني موجودين ومعد لهم العذاب. يعني هل أنا بتكلم صح حسب ما عرفت فهمت من حضرتك؟ تفضل يا دكتور. طبعا صحيح كده يا أخ وحيد زي ما بتقول. وبالمناسبة الصورة دي
اللي احنا شايفينها ايوه واضحه جدا من مقبره سيتي الاول ابن رمسيس الاول وابو رمسيس الثاني اللي هو بنسميه رمسيس الاكبر. ومنظر افران النار وانا كنت بعت لك صوره يعني اكبر مكبره للافران دي يا ريت تحطها لو سمحت. هي يا دكتور هي قدام المشاهد ممكن حضرتك تتكلم تفضل وضعتها اكمل. ايوه دي افران نار تم تجهيزها للخطى للعذاب الابدي. يعني ارتباط الصوره بالنار وبالعذاب الابدي لوحده كافي لنسف ما قاله الدكتور القمني بأن الصورة خاصة بقدرة المصري على أن يمسك عصاه ويشق المية. طيب بروفيسور أشرف في صورة وهي منظر عام كبير حضرتك بعته لي اسمح لي أن أحطه علشان ده أعتقد حيكون إلى حد كبير فاصل في فهم الحتة الصغيرة اللي اقتطعها الدكتور القمني. تسمح لي دكتور؟ طيب انا حطيت المنظر العام اتفضل عزيزي البروفيسور اشرف. ايه اللي هنا؟ حلو دي صوره مهمه لانها بتقول ان الدكتور القمني اخطا لما بتر جزء صغير من الصوره علشان يفسره وسايب كل المشهد ده اللي فيه كلام كتير. لو نلاحظ يا أخ وحيد الجزء الصغير اللي على اليمين تحت أيوة ده اللي أخذ الدكتور القمني جزء منه. جزء من الجزء إزاي؟ يعني إزاي ممكن يفهم الجزء لوحده وكمان يفسره؟ صحيح عشان هو عاوز. طيب بروفيسور أشفر أشرف ليك حق أنه أقحم نفسه في هذا الموضوع يعني. تمام ليك حق بروفيسور أشرف كلامك منطقي لو تسمح لي واضح يعني أقول لك إن ومفهوم إن أنا أعرف عنه كل خير. تفضل تفضل تفضل. يعني أعرف عنه أنه أولا حتى كنت يعني بقرأ له أشياء رائعة في الماضي وكده يعني يعني وشايف أنه عنده فلسفة وثقافة عالية. إزاي الواحد يقحم نفسه في شيء مثل هذا؟ يعني أنا في منتهى الغرابة مش قادر أصدق إن ده القمني اللي أعرفه زمان وكنت متتابع دايما محاضراته. يعني على كل بروفيسور أشرف حضرتك متخصص ده مجالك ده تخصصك حضرتك شفت الصور حضرتك قرأت لغة هيروغليفية يمكن اللي بيقروها في العالم معدودين ترجمت لينا نصوص كلامك مفهوم لأي عاقل بيسمعنا. هل ممكن شرح مختصر عن الصورة دي اللي حطيناها للمشاهدين؟ طيب على الشمال بنشوف موكب الإله وهو على سفينته ومعه تابعيه. تمام. وبنشوف كمان متجه للموميات المحنطة ليشرق عليها ويقيمها من موته. تمام. ومن تحت بالأسفل بنشوف التنين أبو فيس مقبوض عليه في المصيدة ولا يستطيع تعطيل مسيرة الإله. يعني الشرح ده بصراحة كلام رائع. في رأي الصورة دي أيضا أحباء المشاهدين جامعة شاملة مؤكدة أن الأمر خاص فيما بعد الموت فهي بتشمل الأحداث كلها مع بعض. أنت شايف الصورة اللي قدامك بصراحة أكون أمين معاكم أنا قبل ما يعني أفتح الموضوع مع البروفيسور أشرف وأتعلم منه لم أكن أفهم دي الحقيقة يعني وكل واحد له تخصصه بروفيسور أشرف يعني مش كل واحد على مزاجه أمسك الصورة حتى ما أرجعش لأرباب التفسير للصورة دي وأخمنها كده وبمزاجي أقول أو لا وإيه وأقطع حتة من الحتة مشهد صغير قوي حتة صغيرة وأفسرها بعيدا عن المشهد ده يعني بعيد عن أي منهج علمي أي مستوى علمي. علشان كده تم حذف كل الموميات ومسيرة الإله وتقديم جزء صغير من الصورة والسؤال يبقى ليه؟ وطالما المقابر مهمة وتؤكد أن الصورة عن عالم الأرواح خلينا أسألك بروفيسور أشرف هل هذه الصورة يعني فريدة يتيمة كده ولا هي متكررة في أكثر من مقبرة؟
أيوة يا سيدي، الصورة دي بنلاقيها في عدة مقابر ملكية، وعلى سبيل المثال طبعا وليس الحصر، تفضل، بنلاقيها في مقبرة تحتمس الثالث أسرة 18، مقبرة حور محب أواخر أسرة 18، مقبرة رمسيس الأول بداية الأسرة 19 وبعدين ابنه، مقبرة سيتي الأول، وكمان مقبرة رمسيس الرابع ورمسيس الثالث ورمسيس التاسع ومقبرة طاووس الأخ وغيرهم. يعني أنا لو حبيت أعلق تكرار الصورة في المقابر دلي ودلالة أحباء المشاهدين، يعني أساسا ما بعد الموت، لأن الصورة بتتكرر في المقابر، مقبرة يعني أخرويات. الدكتور القمني من ناحية يعلي شأن المصريين وقت ما يريد ويحرف في صورهم ويزور صورهم لتتماشى فقط مع نظريته وقت ما يريد أيضا، وكله عشان المحصلة اللي عاوز يوصل لها رفض شق البحر بيد موسى، ودي خرافات وأساطير، وهو المصريين سبقوا الناس في الموضوع ده. تفضل ده دكتور بروفيسور أشرف. طيب خليني أقول لك أخ وحيد أن الصورة دي هي كمان من كتاب القيامة المسمى كتاب الموتى، يعني كمان من قيام كتاب القيامة المسمى الموتى، يعني خاصة بالموضوع ده. تفضل أكمل عزيزي. طبعا، وزي ما أنا قلت من شوية أن الصور ملهاش أي علاقة بالأرض إطلاقا، ويكفي مثلا أنه مكتوب فيها عبارة العالم الآخر امدوات وكلام تاني بيوضح، يعني دي مش كلمة واحدة بس عن عالم الآخر أو عالم الأرواح، وكمان وجودها في المقابر يدل على ارتباطها بالعالم الآخر. تمام. ولو سمحت، أنا كنت بعت لك صورة لمقبرة رمسيس الأول كمثال للمقابر اللي فيها الصورة دي، فلو سمحت بكل سرور. الصورة. بكل سرور بروفيسور أشرف، فهي موجودة أمام الأحباء المشاهدين. إيه اللي عاوز حضرتك تقوله في الصورة دي؟ رائع. دي مقبرة رمسيس الأول، وهي مثال لمقابر أخرى فيها صورة التنين، والصورة من أواخر القرن الرابع عشر قبل الميلاد، برضو مهم ندي التاريخ. تمام تمام. على اليمين من تحت هتشوف أبوفيس في الفخ، والإله أعلى منه وبيعدي عليه دون تعطيل ليشرق على الأموات فيحييهم زي ما شرحنا من شوية. يبقى الصورة اللي قدمها الدكتور القمني هي عن الأخرويات الأخرة يعني، وتعبر عن النهر السماوي اللي هيعبر فيه إله الشمس بسفينته وخلفه تابعيه، وهي كمان بتعبر عن مرحلة من المراحل اللي بيدخل فيها الميت بعد موته، يعني في رحلة موته، بداية من موته وتحنيطه إلى وقت مرور الإله بسفينته وأتباعه معه للأبدية. تمام. خليني يا أخ وحيد أدي فكرة للمشاهد المهتم. اتفضل. واللي عاوز يستفيد أكثر. اتفضل بروفيسور. كتاب القيامة أو ما يسمى كتاب الموتى لما بنجمعه كله بيحتوي على حوالي 200 فصل، وضمن الفصول دي بتلاقي هذه الجدارية وهذه الصورة اللي قطع منها الدكتور القمني جزء صغير جدا. طبعا ما فيش أي مقبرة فيها كل الفصول كاملة، لكن احنا بنجمعهم كلهم مع بعض وبندرسهم. في فصول كتاب القيامة أو الموتى بنلاقي فيه جميع المراحل منذ بداية التحنيط وإدخال الموميا في المقبرة وصعود النفس للعالم الآخر مرورا على الأبواب المغلقة بحراسة المخلوقات السماوية ومرورا بالاعتراف والمحاكمة، ولما بيتبرر بيوصل لجنة أوزوريس ويتمتع مع إله النور اللي هو إله الشمس في رحلته في أعالي السماوات. وملحوظة أحب أقولها، من هذه الفصول مثلا نجد الاعتراف والمحاكمة في الفصل 125 كتاب الموت. وبالمناسبة الملوك فقط
لا يحكموا لأنهم معصومين من الخطأ. كمان أحب أقول زي ما في مخلوقات كحراس الأبدية، في كمان مخلوقات شريرة في العالم الآخر وهي على شكل حيوانات مفترسة أو تعابين. بس لازم نخلي بالنا إن كمان في تعابين مش شريرة ولها أعمال أخرى صالحة غير التنين الشرير أبوفيس، ودي بنفهمها كمتخصصين من الكلام المكتوب على الصورة. فالصورتين اللي قدمهم الدكتور سيد القنن الحقيقة أنا مستغرب، علشان الصورتين ملهمش أي علاقة إطلاقا بالأرض، لا من قريب ولا من بعيد. وكمان هل لهم أي علاقة بمصري بيضرب المية ويشقها؟ لا طبعا لا طبعا، ما عندناش، ما حصلش حتى ولا في خيال القصص. يعني عندنا قصص كتيرة يعني من روايات مكتوبة بالهيروغليفي والهيراطيقي هايلة، ما فيهاش ده كله. أي علاقة يعني أي علاقة بأن في شخص مصري من البشر كان بيقدر يشق بحر أو مية؟ وإنما دي صورة عن العالم الآخر وعن مخلوقات سماوية صنعت فجا في نهر سماوي لاصطياد التنين الذي يمثل الشر. والكتابة الهيروغليفية اللي موجودة على اللوحات دي بتؤكد اللي بيقولوه علماء المصريات، يعني مش أنا بس. طيب بروفيسور أشرف، أنا عاوز أنتقل لمرحلة تانية، بس أنا عاوز أنوه للمشاهد للحتة اللي كان بيتكلم عنها الدكتور في المقبرة. هنا الصورة لو كبرناها، أنا هكبر لك الجزئية دي علشان تشوف المشهد. المشهد كبير مش صغير بس واضح. يا فانا هكبرها كده للمشاهد، هتشوف كده ده المشهد اللي على اليمين، يعني الحته الصغيره دي اللي على اليمين دي هي لما نكبرها بتكون كده بتاخد الشكل الكبير ده. طيب بروفيسور اشرف، ننتقل لمرحله اخرى. فحضرتك بعت لي برضو عده صور عن محاكمه ابوفيس الشرير ونهايته. أنا هبتدي بالتوالي كده، أضع الصور أمام حضرتك اللي حضرتك بعتها، وتفضل حضرتك اشرح لنا. أنا حاطط دلوقتي الصورة الأولى، إيه ده اللي يعني بالنسبة لي أنا شيء مش فاهمه، تفضل. في الصورة دي بنشوف الشكل العام، إنه تم القبض على أبو فيس وربطوه بحبال، وفي مخلوق سمائي لابس رأس أنوبيس أو الماسك يعني بتاع أنوبيس، حامي الأموات وبوزن أعمال القلب في الآخرة، وهو اللي بينفذ القضاء على أبو فيس. تمام. طيب يعني خلينا أسأل لحضرتك بروفيسور أشرف، ليه هو ماسك السكين دي في وجه أبو فيس؟ يعني بنشوف كده هو ماسك السكين في وجه أبو فيس، أنا كبرت الصورة كده ليه؟ طبعا ماسك سكين لقطع رأس أبو فيس. ثواني 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 يا دكتور، عشان الصوت شوية مشوش، أنا سامع بس يمكن مشاهدين مش سامعين، تفضل عيد تاني. هو ماسك السكين ليه؟ ماسك السكين لقطع رأس أبو فيس لينفذ الإعدام. تمام. وبالمناسبة شكل السكين اللي في إيده هي اختصار للكلمة الهيروغليفية رخيس، رخيس يعني يذبح. حتى السكين شكلها له نطق معين او بتشير لكلمه معينه، عجيب يعني. طيب خليني برضه عشان الوقت، ايه المكتوب تحت راس ابو فيس؟ في تحت راس ابو فيس هنا في كتابه وفي زي تعبان كده، ايه ده؟ المكتوب تحت راس التنين ابو فيس السطر الأول الكلمة هي عاب عاب، وده اسم أبو فيس. تمام. السطر الثاني بنشوف رسم مصغر لأبو فيس، الكلمة باختصار هي كمان أبو فيس. يعني يا بروفيسور أشرف اسمه مكتوب ومرسوم، في الأول مكتوب والثاني مرسوم. هذا واضح تمام. وبنشوف على ظهره إعلان عقوبته اللي بتنتظره، فبنشوف عليه ثلاث سكاكين.
صحيح، واضحة جدا، وأنا أعتقد أنا كبرت الصورة للأحباء المشاهدين. هي قدامكم عفوا الصورة، وفعلا الرسم ده في زي ثلاث سكاكين على يعني التنين نفسه. بس أنا عايز أذكر الدكتور القيمني أنه مكتوب، كل حاجة مكتوبة. هي حضرتك بتقول الناس دول بيخمنوا، بيقولوا ما نعرفش. هذا أنا بسأل الدكتور الحقيقة ما قال ليش ما عرفش، كل ما أسأل بروفيسور أشرف يقول لي مكتوب هنا كذا، ترجمته كذا. يبقى ده أبو فيس، مش تعبان طالع من عصايا، يعني يعني لا. من العار احتقار اللي بيسمعني، إن أديله معلومات على مزاجي وأحتقر العقل وأحتقر العلم، لأنه ده علم حضرتك بتنادي بالعلم. طيب ما ده علم، ليه ما رجعتلوش؟ طيب خلينا أسأل حضرتك بروفيسور أشرف، في كتابة تحت بين الحبال كده تحت التنين، يعني في علامات كده، هل دي كتابة؟ أيوه. إيه مكتوب إيه بقى؟ مكتوب تحت التنين مسو رخسو، وفي الهيروغليفية عندنا أدوات نفي، بس هنا ما بيحطش أداة نفي عشان هو بيؤكد ذبح أبو فيس. طيب والقراءة كده مع كلها تبقى الصورة إيه؟ نفسها تمام بتدي نفي. القراءة تبقى إيه؟ القراءة مع عدم أدوات النفي نسو رخسو، هي زي جملة مختصرة في سياق الصورة دي، وبتعني ذبح أبو فيس ولن يكون له أي نسل. تمام، عشان الوقت برضو خليني أضع الصورة الثانية اللي حضرتك بعتها، هي موجودة، وحكبر كده الجزء اللي حضرتك طلبته مني. اتفضل البروفيسور أشرف، عايز تقول لنا إيه في الصورة دي؟ كمان الصورة دي من مقبرة أمنحتب الثاني، ده أسرة 18 قرن 14 قبل الميلاد، وفيها احنا كده بنوثق كلامنا يا اخ وحيد. واضح في الصوره القبض على ابو فيس، وبنشوف في ظهره المره دي ست سكاكين، واحده عند الراس وخمسه في الجسم، والسكاكين دي علامه الحكم عليه بالاعدام. تمام بروفيسور اشرف، واضحه قدامنا السكاكين خاصه اللي عند الراس، يعني واضحه. طيب انا ساضع الصوره اللي بعدها حسب الترتيب اللي حضرتك برضو بعته، عشان الوقت بتاعنا. أديني أنا حطيت كده الصورة قدام المشاهدين. إيه اللي عايز تقوله حضرتك الصورة دي؟ الصورة دي من مقبرة رمسيس السادس، أسرة 20 قرن 12 قبل الميلاد. هتشوف تحت على اليمين تقطيع أبو فيس أو إعدام أبو فيس. أرجوك لو ممكن تكبرها. أنا كبرتها، كبرتها، شكرا، اتفضل. اكمل يا دكتور. طيب في احنا شايفين يعني هنا زي ما شاف اتكلم الدكتور، اهو في ده الركن اللي تحت اللي بيتكلم عنه الدكتور، الجزء ده اللي أنا كبرته اهو، القبض على أبو فيس ويعني تنفيذ إعدامه. طيب في النص يا دكتور في واحد زي جالس على ظهر تعبان، ايه ده؟ هذا ايضا شخص سماوي، زي شخص الهي بيعطي حكم على الاشرار، وجالس على ظهر تعبان من التعبين اللي هي الحراس، وهو مش من المخلوقات الشريره هذا التعبان زي ما قلنا سابقا. طيب معلش بروفيسور اشرف انا هتعبك شويه، لو تقرا لين انا شايف هنا تحت راس التعبان في كلام، في حركات بالنسبه لي علامات، هل دي لغه هيروغليفيه؟ انا هكبر الصوره كده، اتمنى انها تكبر كده، لا عفوا يعني هي انا كبرتها كده، هي اصلا كانت صغيره بس انا كبرتها. هي تحت راس التعبان في ايه مكتوب؟ تحت راس التعبان ثلاث جمل راسيه يعني بالطول كده كانها عمده. حضرتك هتقرا من الشمال؟ الاولى عن خافيرو، الأولى إيه؟ ترجمتها الأولى ما إيه؟ يعمل للحياة الأبدية. معلش آسف يا دكتور، الأولى اقراها لنا بالهيروغليفي كده. عن خف إيرو. أوكي ترجمتها؟
ترجمتها ما يعمل للحياة الأبدية. طيب والجملة الثانية؟ الثانية عن خباو، الباو اللي هو جمع با يعني الأنفس، أنفس خالدة للأبد. طيب بعدين الكلمة الثالثة اللي في عمود ثالث عن خو يعني الأحياء. ومعنى الثلاث أسطر الرأسية كده يعني دمجا مع بعض هو أنفس الأحياء إلى الأبد. ممتاز. طيب خليني أحط الصورة الأخيرة في محاكمة أبو فيس علشان إحنا برضو الوقت ما يسرقناش. أنا شايف في مخلوق بيحاول يقطع راس تعبان، يعني خليني أسمع وأتعلم من حضرتك. وده شكله مش معروف أرنب ولا زي القط، إيه ده؟ ده مخلوق سماوي من هيليوبوليس. الصورة دي من مقبرة إنهركاو، واحد من كبراء الرسامين الفنانين في الأسرة 20 قرن 12 قبل الميلاد، من منطقة دير المدينة غرب الأقصر. ففي الصورة هنا بنشوف معنى آخر لإعدام أبو فيس، وهو يعني قطع راسه في النهاية وإلى الأبد، يعني فناء للأبد. تمام يا أخ وحيد، كنت أنا يعني بعت لك نص مترجم، ده موجود عندنا في علم المصريات عن نهاية أبو فيس، فأرجو لو أمكن وضع الترجمة. بكل سرور، أنا حطيته حضرة البروفيسور أشرف. تفضل، ممكن حضرتك تقرأ النص المترجم موجود. أيوة. التسوع الإلهي يقول، التسوع الإلهي معروف عند علماء المصريات طبعا، اللي هو يبدأ بالشمس وبعدين شوت وفنوت إلى آخره إلى إزيس وإزيس الآخر. لقد قطعنا رأسك أيها التنين أبو فيس، وملتويات جسمك تقطع، ولن تقترب من مركب رع، ولن تنزل إلى هذا المركب المقدس، وستواجهك النيران المتقدة الصادرة من منطقة سرية، ولقد قررنا أن نفنيك. هذا النص تمام مكتوب. تمام 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 على كل ترجمة. صحيح، النص الكبير ده تمام مكتوب. تمام تمام. أنا على كل يعني عايز أوجه رسالة صغيرة إلى عزيزي الدكتور القمني. ليس كل الزجزاج مية يا دكتور القمني بيتفسر إنه شق ماء، ولا بالعافية تخليها حضرتك إن المصري القديم يقدر يشق مية. طبعا العقل اللي حضرتك بتتكلم عنه أثبت بالأدلة العلمية دلوقتي إن الموضوع من أساسه ليس له علاقة بمصر القديم وقدرته على شق الماء. حضرتك مع احترامي ليك بمزاجك أنت قلت كده، نقلت موضوع من العالم الآخر والأخرويات يعني ما بعد الموت وحطيته في إيد مصري عشان شفت تعبان وفي وسط مية، وما قريتش الكلام المكتوب الهيروغليفي لأنه لا حضرتك ولا أنا متخصصين في هذا الأمر. ادعيت أنه خاص ب المصري القديم وازاي يعني بشق المية، طلع كلام حضرتك أنا آسف ولازم أحط الكلمات الصحيحة، تزوير مقصود في رسومات المصريين، تزوير اللي بيأكدوا أنه اقتطاع حتى من الصورة، تزوير اللي بيقول أنه حضرتك ما رجعتش لشخص متخصص في عالم في علم المصريات، كل ده بيأكد أنه لا، في قصد، في محاولة تلفيق، في محاولة إضافة الموضوع أصلا واختلاقه هو مش موجود. لأن الفنان المصري، وأنا بعتبر ده لسوء حظك يا دكتور القمني، كتب هو بيقصد إيه، ويكفي بتر الصور اللي حضرتك قمت بيها. أنا بس عايز أعلق قبل ما أرجع لك. تفضل تفضل يا دكتور بروفيسور. لو تسمح لي أنا عشان شايف ماضي الدكتور القمني بقول ممكن ما يكونش عنده فكرة إن في علم مصريات.
لا يعني هو ذكرها ذكرها لا 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 لا, لا, يعني لا معلش اكثر من كده بروفيسور اشرف يعني انت بتحاول لا 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 هو قال ذكر انه العالم كله ما فيش حاجه اسمها مثلا علم فرنسا علم لكن في حاجه اسمها ايجيبتولوجي حتى في الموضوع ده هو قال يعرف انه تمام ورجل يعني انا بعتبره شخص قارئ وشخص مثقف المفروض وعارف طبعا بلا شك انه في علم مصريات بس حضرتك بتحاول تجد له يعني مجرد عذر. انا بس عايز اقول للدكتور القيمني في الفيديو حضرتك قلت لنا يعني بتقول حضرتك يبقى المساله مش مجرد اساطير وكلام اديان نؤمن به وخلاص علشان كده اهتمينا بالموضوع واتضح انه كلام حضرتك هو الاساطير مش التوراه اللي تكلمت يعني عنه ده الاساطير التوراه تكلمت عن شق البحر معجزه الهيه تؤمن بها حضرتك او لا ده شيء يعني بتاعك لكن انما التحريف في النصوص التوراتيه وكمان في صور المصريين يعني بصراحه ده شيء كثير خالص حضرتك كمان بتقول الحكايه فيها كلام والكلام له اصول طيب لما في أصول وأصول علمية لماذا لم تلتزم يا دكتور القمني بالأصول العلمية العقلية اللي بتحترم العقل الأصول اللي حضرتك قلت عليها ليه ما احترمتهاش ليه ما رجعتش ليها على كل ما قلت طلع خيال كتابة قدماء المصريين نسفت تماما كلامك وأنا في حقيقة الأمر بشكر ربنا أنه كتب المصري القديم هو عاوز يقول إيه بشكر ربنا أنه في ناس متخصصين زي البروفيسور أشرف يعني عرفوا يساعدونا فكلام حضرتك دكتور القيمني مجرد أساطير وخرافات لا وجود لها في جداريات المصريين مش التوراة اللي حضرتك اتهمتها إنها متناقضات وخرافات وسميت الإله باللهو الخفي حضرتك بتقول كمان في الفيديو السابق وبعدين يعني هل نحن مع الفكرة الإيمانية ولا على مستوى العقل وحده ذهبنا في اتجاه حضرتك على المستوى العقلي وجدنا حضرتك باتر حتى صور قدماء المصريين لم تسلم في بحثك يا دكتور زي ما عملت مع نصوص التوراة عملت كمان مع الصور اللوحات بتاعت المصريين بتقول الله طب إذا الفكرة غير معقولة فكيف كانت موجودة عند المصريين قبل ما تجيني في التوراة وبعد كده في القرآن سؤال شديد الأهمية بنحب نجاوب على الأسئلة الشديدة الأهمية وعلشان كده اهتمينا بسؤال حضرتك الشديد الأهمية واستضفنا المتخصصين دكتور البروفيسور أشرف بيعرف يقرأ المكتوب في الصورة علشان ما فيش حد يخترع فكرة من دماغه المكتوب بالهيروغليفي نسف كل كلام حضرتك دكتور القمني وطلع أصلا مش موجود عند قدماء المصريين شق الماء أخيرا في جزئية الفيديو بتاع حضرتك بتقول يعني إيه حية فالقى المية نصين وبتلعب في المكان الفاضي طلع ما فيش أصلا حية بتلعب دي حية أبو فيس مقبوض عليه طلع المصري القديم اللي رسم الحية دي كتب بنفسه إن الحية دي أبو فيس تم اصطياده علشان ما يخلفش زي ما ذكر لنا الدكتور وقرأ الهيروغليفي وعلشان لا يعطل مرور الإله فطلع كلام حضرتك برضو تأليف في تأليف وكله خاطئ لا علاقة له بالصورة ده كان أحباء المشاهدين ما يخص الفيديو الأولاني عن الصورتين اللي قدمهم الدكتور يبقى لنا أنه يزيدنا من اللوحات لوحة كما قال لو عندك طيب أي تعليق وانا بعتذر لك اسف معلش لا معلش احنا متمتعين جدا انا عن نفسي مبسوطه كده بعض الاسئله هل البتر اللي عمله دكتور سيد القمني اللي انا شفته من الصوره ان هو خد 1% من الصوره ما خدش اكتر من كده خد 1% وطلعه عشان عنده فكره معينه في دماغه عايز يصدرها لل هل البتر ده مقصود ولا يطلع لنا بعد شوي بعض الاحباء الملحدين هو اخطا زي ما عملوا في الحلقتين اول حلقتين احنا عملناهم كل واحد يطلع يقول لك ماشي يا عم ده اخطا في الحته دي هل ده خطا ساذج هل ده خطا بسيط ولا خطا مقصود هو عارف بيعمل ايه دكتور سيد القمني خريج فلسفه ما اعرفش ايه دخله في علم المصريات دونت ميكس يعني على رأي المرحوم صراحه دونت ميكس المفروض ده حاجه وده حاجه تاني صحيح فايه دخل علم الفلسفه او واحد دارس فلسفه بعلم المصريات الهيروغليفي ادينا شفنا ناسه طيب انت لا تقرا الهيروغليفي
ورافض قراءة يعني علماء المصريات وجاي تألف موضوع مختلف خالص. في النهاية إيه المحصلة؟ إنك تقول يهوى ده إله اللهو الخفي؟ دي المحصلة، وإنه موسى ما يعرفش يشق مية ولا في حاجة اسمها معجزة، وعلينا إنه إحنا يعني نكون عقليين. أهدينا سيبنا دلوقتي كتابنا المقدس، قلنا له معلش مع كل احترامنا خلينا صحيح بإيماننا المقدس هنمشي مع الدكتور التيماني عقليا صحيح وعلميا صحيح. أدي عقليا وأدي علميا. طيب أنا بطلب من المخرج يجهز لي فيديو رقم 3، هنشوف مع بعض أحباء المشاهدين يزيدنا من اللوحات لوحة، وبعد كده نرجع للعالم عالم المصريات البروفيسور أشرف علشان يفسر لنا إيه اللي موجود في الصورة، ويقرأ لنا يقرأ الهيروغليف المكتوب. نشوف الفيديو ونرجع. من اللوحات لوحة، اللوحة رقم 4 اللي أمام حضراتكم، أنا بالنسبة لي لوحة مبهرة مبهرة وصادمة. اللوحة دي 4 صفوف، بصوا على الصف الثاني، واحد واقف ماسك عصاية وضربها في المية، هتلاقي ناس غرقة في المية، وبعدين في الآخر اللوحة على اليمين ناس طالعة من المية. ايه الراجل ابو عصاية وناس معدية في المية ماشية، وبعدين ناس غرقت في المية، وبعدين ناس طلعت من المية. أليس هذا ما يردده التوراة ومن بعده يأتي القرآن ويردده؟ هو ده المقصود، يعني كل اللي عملته حضرتك عشان توصل كده انه دول موسى ما يقدرش، بس قدماء المصريين يقدروا. هذه المعضلة لحضرتك فيها معضلة عقلية طبعا صحيح. مصري القديم يقدر صحيح، بس رجال الله لأنه أصلا ما فيش الله نعم ما يقدروش، بس في إله هناك، في إله عند المصريين في إله بيقدر يعمل كل الحاجات دي. طيب خلينا بعد مشاهدة هذا الفيديو نأتي للصورة الأخيرة. بروفيسور أشرف، سمعت الدكتور القمني يقول أن ما في هذه الصورة هو ما يردده المؤمنون بأن موسى قام به وضرب الماء وشق البحر، وده قبل موسى في قدرة المصري القديم أنه يشق المية، خلي يعني تعبير عجيب، زي الصورة اللي هو استخدمها. إيه رأي حضرتك؟ أنا حاطط صورة الدكتور القمني قدامنا، فإيه رأي حضرتك بروفيسور أشرف؟ طيب الحقيقة يعني أن الصورة دي هي برضو في نفس إطار الصورتين السابقتين، هي أيضا من كتاب القيامة المسمى كتاب الموت، واتوجدت كمان في عدة مقابر، والجدارية دي برضو ملهاش أي علاقة بالأرض خالص، ولا ليها أي علاقة لشق الماء لا من قريب ولا من بعيد. طيب حضرتك كعالم مصريات بروفيسور أشرف وتقرأ الهيروغليفية، خلينا ندي فكرة للمشاهد ما هي طبيعة هذه الصورة وماذا تحكي، وبعدين ندخل للعمق. تفضل. طيب الصورة دي بتعبر عن مشهد سماوي في عقيدة علماء الدين المصري القديم، يعني بتعبر عما يحدث بعد الموت. والصورة مش بس مجرد مية زي ما قال الدكتور القمن، ومش كل منظر مية نفسره على كيفنا إنه شق الماء. الصورة بننظر لها في كل أو من كل جوانبها. الصورة اللي قدامنا متكاملة، تحكي مراحل معينة للميت بعد موته. وبالمناسبة اللي قدمه الدكتور مش كل الصورة كمان، يا للهول خلي بالنا، لأنه مبتور منها جزء في الأعلى مهم جدا، هنشوفه بعد شوية لو حطت لنا يعني كمالة. خلينا يا أخ وحيد خليني أشرح هذه الصورة يعني لو طيب سمحت. تمام، أنا لو سمحت لي بروفيسور أشرف عاوز أبدأ بداية بالشخص اللي ماسك عصاية، هو ده المحور بتاع الدكتور القيمني، الشخص اللي ماسك عصاية بداية، هل هو في المشهد ده شق المية
اللي قدامه بالعصاية اللي معاه، أدي الصورة موجودة قدام الأحباء المشاهدين، وأنا هكبرها كده شوية. الشخص ده اللي ماسك عصاية، تفضل بروفيسور. طيب الحق يعني أن ده مش واحد واقف علشان يفلق المية بعصايته، لا لا، ولا هو حاطط عصايته حتى في المية، لا تمام. ثواني بس، ثواني، الحتة دي مهمة، أنا بشاور على للأحباء المشاهدين، آدي العصاية وآدي جزئية المية، بعيدة العصاية من المية، تفضل. ولا هو حاطط عصايته حتى في المية عشان نقول إنه شق المية، وده أول شيء واضح في الصورة والموضوع مش عافية يعني. تاني حاجة، ده حارس واقف بعصايته قدام النهر السمائي زي موقف أتوم، علشان كل اللي يحاول يطلع وهو غير مستحق للخروج يمنعه من الخروج، واللي مستحق من الصالحين أنه يخرج يساعده على الخروج حتى لا يأتي عليه العذاب. طيب ممتاز، خليني أتقدم مع حضرتك بروفيسور أشرف حتة كمان. أنا هكبر جزء من الصورة اللي حضرتك كمان بعدتها يمكن أوضح. في كلام هيروغليفي أعتقد مكتوب قدام العصاية، يعني شايف عزيزي المشاهد هو ده نفس المنظر من صورة أخرى أوضح، وفي أنا أعتقد ده كلام يعني مكتوب هنا قدام العصاية بالهيروغليفي. فلو حضرتك مشكورا، أنا كبرت الصورة أمام الأحباء المشاهدين، يا ريت تقرأ لنا إيه المكتوب وترجمه لنا برضو. طيب حتى لو مش واضح في الصورة، لكن المفروض إن ده embedded moon. ده يعني حضرتك ثواني، حضرتك دلوقتي بتقرا الهيروغليف المكتوب هنا صح؟ طبعا. اتفضل طبعاً. اتفضل. يعني الذي يقاوم من هم في النهر، يعني الاشرار. والنص المتكرر في المنظر الكبير عن هذا النهر يعني دائما يشير الى العالم الاخر، عالم الارواح، عالم الروح. اللي هو ام دوات بالهيروغليفي، ام دوات. وفي قراءة أخرى بيوصف شعاع نوراني يعني يطلع من العصا يبطل أي مقاومة يعني لأي حد، يعني يبطل أي مقاومة في العصاية اللي معاه، بيطلع شعاع من هذه العصاية يعني. تمام. بالمناسبة هي نفس حركة الإله أتوم مع أبوفيس. تمام، يعني أنا خليني بس أعلق تعليق بسيط، ده نهر سماوي يا دكتور القيمني، الكلام المكتوب اللي أريناه بالهيروغليفي، يعني اللي رسم الصورة دي المصري القديم هو بنفسه بيقول لك يا دكتور القيمني حضرتك خطأ، ده مش واحد على الأرض مصري بشر بيضرب مية عشان يفلقها، لا ده ما بعد الموت في العذاب الأبدي، ده واحد ماسك المية، النهر اللي قدامه ده في ناس موجودين، ناس ممكن تطلع مش مستحق بيرجعها، واللي مستحق بيساعده أنه هو يطلع. يعني الموضوع مش على مزاجه يعني أي حد، مش زي ما بتقول حضرتك أن المصري القديم بيعرف شو المية، كلام حضرتك غير صحيح ولا يليق بشخص باحث مثلك يقع في أمور زي دي. والغريب أن قناة القاهرة والناس عملت دعاية كبيرة أنك ستغير وجه التاريخ. سؤالي، هل هناك شيئا ما قد تغير؟ بالنسبة لي بالتأكيد. طيب بروفيسور أشرف، ننتقل للسطر اللي أشار لي الدكتور، الحتة اللي هي قدام اللي ماسك العصاية، اتفضل. طيب السطر اللي أشار لي الدكتور القمني بنشوف فيه عكس اللي قاله الدكتور، لأن الصورة ما فيهاش أصلا أي شق للماء، لأنه ببساطة لو فيها شق ماء، طب هم الغرقانين دول في المية ليه يعني؟ صح، بمنطق ما الصورة دي لو هي شق ماء يبقى ليه الناس غرقانة أساسا؟ شق المية الناس طبعاً تمشي في السليم. تمام، كمل دكتور. الصورة دي بتتكلم عما بعد الموت، والغرقة هنا يعني دول مش على الأرض، دول في نهر سماوي، وكمان مش بإرادتهم دخلوا النهر ده، لا لا، دول تم وضعهم في هذا النهر الذي يمثل مرحلة
بعد موتهم. وأنا بعثت لك بعض الصور اللي بتشمل عدة جوانب ليها، لو أمكن يعني أرجو وضع الصورة الأولى منهم يعني. تمام تمام، أنا وضعت كبرت الصورة بروفيسور، حكبر الأجزاء اللي طلبتها مني حضرتك بالتتابع. اتفضل، عاوز تقول إيه في الجزء ده؟ إحنا شايفين ناس بأشكال مختلفة، اتفضل. واضح واضح جدا. بداية الصورة دي يعني أولا دي من مقبرة رمسيس السادس أسرة 20، والسطر ده اللي أشار إليه الدكتور القناني في الحقيقة بيوضح حالة الذين في الماء يعني اللي في المية، وهم ثلاث حالات تقريبا. نتكلم عن كل حالة منهم. اتفضل. هنشوف حالة منهم ناس مربوطة من ذراعيها ومشدود للخلف، اللي هم ذراعتهم للخلف، ودول هم الخطاه المحكوم عليهم بالعذاب الأبدي، وهم اللي بينتهي بهم هذا النهر إلى ماء جهنمي زي النار للعذاب الأبدي. تمام. وأرجوك لو سمحت يا أخ وحيد أنك تكبر صورة المقيدين في أزرعهم من الخلف. تمام، وضعتها بروفيسور. فعلا ده تقييد صعب جدا، مشدودين أزرعهم إلى الخلف بطريقة صعبة جدا. دول هم اللي بيمثلوا الخطاة. أيوة. طيب إيه النوع الثاني؟ الثاني منهم اللي إيديهم مفكوكة من غير أي قيود. أيوة. ودول اللي حيتم إنقاذهم وسيتم تسميتهم بالممجدين لأنهم ماتوا ولم يتم تحنيطهم. طيب أنا برضو كبرت الصورة. تمام، أنا برضو كبرت الصورة اللي يديهم مفكوكة زي ما حضرتك طلبت. اتفضل كمل دكتور. النوع الثالث منهم اللي خلاص خارجين من هذا العذاب. هكبر لك المسورة. يعني لو تكبر. تمام تمام تمام، أهم هكبر المجموعة دي. أنا أيوة. كبرت الصور، اتفضل كبرتها والمشاهدين أيوة. شايفينها، اتفضل. يعني مش مجرد ناس بمزاجهم في المكان، لا، ده بيمثل حالة كل شخص. صح كده دكتور؟ يعني ما فيش شخص بيتحرك بمزاجه. يعني وفي صورة بعتها لك كمان يا أخ وحيد لو أمكن وضعها. تمام، بالتتابع زي ما حضرتك بعتت، أنا حطيت الصورة قدام المشاهد. اتفضل. الصورة دي بتمثل القبض على المذنب وتربيط يديه من الخلف ليلقى عذابه الأبدي. واضح جدا عزيزي البروفيسور أشرف. يعني في مثل عنديكم دكتور أشرف، يعني خليني أستخدمه هنا، أنا من زمان بسمعه المثل ده، بيقول يعني إدي العيش لخبازه. أيوة. فأنا مع احترامي لحضرتك يعني حضرتك يعني متخصص، يعني كل حاجة دلوقتي قدامك زي كأنك بتقرأ كتاب، مش مجرد صور ولغة بالنسبة لنا إحنا. يعني الحقيقة صعبة جدا. يعني على كل ما ده شغلنا. يعني أنا بستغرب على الناس اللي بتقحم نفسها. للأسف مش هو لوحده، ده في ناس تانية ليها أسماء كبيرة، بلاقي إنه بيقحم نفسه في شيء مش بتاعه. تمام تمام. طيب نأتي بروفيسور أشرف لزاوية أخرى من الصورة. هذه أنا بس عايز أنوه للمشاهد، صورة الدكتور سيد القمني مبتورة في الجزء الأعلى منها، مش واضحة. يعني إيه، بص كده عزيزي المشاهد، يعني هنا دلوقتي لو بصيت معايا هتلاقي في قطع فوق كده. طب دول إيه اللي فوق دول؟ أنت واحد بتبحث بتبص للمنظر كله، ولا همك بس شوية مية لقيتهم هنا على طول هتقول ده يبقى شقة مية؟ طب فين الصورة فوق هنا؟ فعلشان كده عزيزي البروفيسور أشرف أنا هحط الصورة اللي حضرتك بعتها وأكبر الجزء اللي على شمال الصورة فوق. لو شايفه حضرتك ليه في الأول هنا، هو ليه في الأول هنا فوق على الشمال في ناس وبعدين زي الطيور كده، أو ناس ليها راس بس الجسم جسم طائر، إيه ده؟
الصراع. دول أنفس الصالحين اللي ماتوا واللي وراهم مخلوقات سماوية من حراس الأبدية. تمام تمام. خليني كمان علشان الوقت، أنا يعني حابب أن كل المادة توصل النهاردة في الحلقة دي. كمان بروفيسور أشرف، الصورة اللي وضعها الدكتور القمني، الجزء اللي على اليمين فوق مبتور، هو اللي أنا أشرت له من شوية. أيوة. مش أيوة. واضح هنا فوق. أنا حروح للصورة، الشخص اللي في الصورة أنا بعتبره دي حتة ضربة قاضية بصراحة، اللي على اليمين في الركن فوق يا بروفيسور أشرف، ده بيعمل إيه؟ أنا حضع الصورة، الجزء ده من الصورة أهو، وعاوز حضرتك تقول لنا فوق عصايا. هنا أبو عصايا، ده بيعمل إيه الشخص ده اللي في الركن ده؟ الشخص ده بيرحب بنفوس القادمين الصالحين اللي شايفينهم على شكل طيور، يعني النفس بتمثل بطائر برأس إنسان. تمام. طيب إنسان طيب، برضو آسف للمقاطعة، في كتابة خلفه مكتوبة، يعني أنا لو حبيت أكبر كده، في كتابة خلفه، خلف الشخص ده مكتوبة، ممكن وكمان تحت الطائر، أنا برضو شايف تحت الطائر في زي مفروض، هل ده كلام؟ ما أعرفش، أنا كبرت الصورة، الصورة اللي قدمها الدكتور القمني قبل ما حضرتك بس تقرأ لينا، دي مقطوعة ليه؟ عارفين ليه؟ علشان فيها واحد تاني ماسك عصاية وما فيش قدامه مية، فإذا كان ده ماسك عصاية وما فيش قدامه مية ولا بيضرب مية ولا بيفلق مية، يبقى الموضوع هيكون ظاهر أن الأول كمان اللي في إيده عصاية ملهاش دخل بفلق ماء ولا شيء. شوف عزيز المشاهد الصورة، كان أنا حطتها لك، يعني حطتها لك قدامك أهي، فين ده واحد ماسك عصاية باتروا ليه؟ ليه مش مكمل الصورة اللي في الركن؟ ولا ده هيلغي، ده هيلغي الشخص اللي هنا، فبالتالي ما فيش داعي. لما نيجي هنا لا، الشخص واضح اهو في الصورة اللي بعتها الدكتور، وأنا بطلب من الدكتور لو سمحت مشكورا اقرأ لينا اللي مكتوب خلف ظهره بالهيروغليفية، وأنا كبرت الصورة، تفضل. حتى لو مش واضح لبعض الناس اللي مكتوب من خلف هذا الشخص إن باين بيت بن ترجمتها الأنفس التي في هذه السماء، الأنفس التي في هذه السماء، هذه الأنفس، الأنفس التي في السماء، أيوة الترجمة، الأنفس التي في هذه السماء، أيوة. طب عزيزي اتفضل اتفضل، يعني أنا بس عايز أقول للمشاهد في السماء، واخد بالك؟ يعني الصورة بتقول لك الأنفس اللي في السماء، مش مصري قاعد في الأرض ماسك ما يعني مطرقة والعصاية بيضرب بيها. طيب والشخص اللي على هيئة طائر إيه المقصود؟ وإيه الكتاب اللي تحت إيده بروفيسور؟ الشخص اللي شكله زي الطائر، طبعا دي أنفس، ورفع إيديه، ورفع الإيدين بالطريقة دي علامة إنه مبجل وفي منظر عبادة، لأن أعماله بتتبعه فهو مبجل. طيب واللي تحت، اللي تحت إيده مكتوب إيه بالهيروغليفي؟ مكتوب حاسجد، وممكن تقرأ مع رفع الإيدين المبجلين، المقصود بها العابرين جزيرة النار. جزيرة يعني النار، لكن يعني النار ما بتمسوهمش. تمام، يعني في كلام مكتوب مش تخمين زي ما أحب يقول الدكتور القمني. ومرة تاني بقول من العار إن نحتقر اللي بيشاهدنا، ما يصحش، قدم المعلومة من أربابة. كل الأبحاث اللي هنا بنجيب الأدلة من الناس اللي بتفهم، ده موضوعها هي فاهمة، قالت كده. تقديم كلام خاطئ بصورة مقصودة يبقى فيه سبب. طيب عشان بس الوقت بتاعنا، لو نزلت أنا وحكبر بروفيسور أشرف هلاقي فيه تعبان كبير كده، حكبر الجزء ده عشان الناس تشوفه، وفي زي ناس واقفة عليه. إيه ده؟ إيه التعبان الكبير ده والناس اللي واقفة عليه؟ واضح دول مش ناس كده، يعني دي موميات. موميات. وده تعبان آخر عمله هو حراسة الموميات
وكمان تعذيب الأشرار، لأنه زي ما أنتوا شايفين بينفس نار في وجوههم، يعني زي اللي بنسميه دراجون تنين. أنا كبرت الصورة يا دكتور. مش هو أبوفيس ده من حراس الموميات. تمام. أنا كبرت الصورة. كبرت الصورة يعني هتلاقي بينفخ النار أهو في الأشخاص المربوطي الأزرع من الخلف. تمام، وهو الناس مربوطة يديهم من الخلف، واضح إن دول أشرار، وهو بيحمي الموميات وبينفس فيهم النار اللي طالعة من فمه. تفضل كمل دكتور. ومن المهم كمان أننا نعرف أن الصورة دي وهي زي ما احنا شايفين لها علاقة خاصة بالموت والعذاب والقيامة، كمان هي تكررت في عدة مقابر. وأرجوك أنك يعني تحط الصورة اللي بعتها لك أخ وحيد، ودي من مقبرة، أعتقد أنا بعت لك صورة من مقبرة طاووس الملكة. نعم، أنا وضعت الصورة اللي حضرتك بعتها أهي قدامهم. أيوة. المقبرة في الصورة قدام الأحباء المشاهدين. عايز تقول أيوة. إيه دكتور؟ أيوة. طيب، هتشوف وراء العمود الصورة دي اللي افتكر الدكتور الخمي إنها شق ماء. هتشوفها في المقبرة وراء العمود، يعني في مقبرة يعني خاصة بعالم الروح، عالم الأرواح ما بعد الموت. تمام. طيب انا خلينا اكبرك كده برضو للمشاهدين الحته دي اهي اللي بيتكلم عنها البروفيسور اشرف، هي متكبره وهي ورا العمود الصوره اللي فيها الناس اللي في نهر العذاب. يعني انا عاوز برضو اعلق هنا بالنسبه للدين مع الدكتور القيمني، تم تزوير النصوص وتبديلها وقطعها، فقلنا خلاص هو الراجل ده ما ملوش في الدين، ما بيؤمنش بالتوراة، ماشي. يعني أنا متفهم، مع أنه مش من حقك، من حقك تقول أنا لا أؤمن بالتوراة، التوراة فيها تناقضات، ماشي، بس تدخل تحرف في الآيات مش ممكن. طيب سيبنا الدين، جينا دلوقتي للعلم. مفروض حضرتك رجل تحترم العلم، حتى العلم تم تحريفه وقطع النصوص وتفسيرها، دي الكارثة. يعني بمزاجك دكتور القمني تصبح بقدرة قادر الصورة اللي بتتكلم عن الموتى وعن الأخرويات إنها مصري واقف بيضرب البحر وبيفلقوا، بس لما تيجي الموسى لا لا لا، موسى ما يعرفش، المصريين هم اللي عرفوها زمان قبل موسى. ربنا لا، بس قدماء المصريين يعني يقبل هذا المنطق بتاع الدكتور، يقبل أن المصريين يشقوا البحر ولكن الله لا، فيش حاجة اسمها معجزة، بس المعجزة عند قدماء المصريين. هل هذا هو العقل اللي عاوزني أوسعه يا دكتور القمني وبتقول وحيد أفق ضيق؟ على كل دكتور بروفيسور أشرف، حضرتك كنت بعت لي مراجع للكلام. أيوة، عايزنا أحطها دلوقتي عشان أنا عندي كمان فيديوهين حابب أحطهم. فالدكتور بروفيسور أشرف حط لنا المراجع دي، أنا همشيها بسرعة، أنتم ممكن توقفوا الفيديو في أي وقت بعدين لو حابين ترجعوا للمراجع، هي قدامكم. وحتى كمان باللغة العربي شايفوا برضو باعت بعض دي، أعتقد الاسم ده حضرتك ذكرته، مراجع خمسة عربي. توبوزادا دي أعتقد زكية توبوزادا دي حضرتك ذكرتها من شوية الاسم ده، وكمان في بالعربي هنا برضو ممكن حضراتكم ترجعوا لهذه المراجع. طيب خليني أنا أقول، طلع أنه كلام الدكتور القمني مجرد كلام مؤلف مختلق غير موجود، تم تركيبه على صورة هو شافها، اقتطع جزء منها حطه قدام المشاهدين. احنا يعني المشاهدين مش هيرجعوا يدوروا كده على في عالم المصريات ويشوفوا الصورة كاملة ولا مش كاملة، افتكروا بعض الناس اوكي شوفوا دول
يعني بيقولوا لنا التوراة وموسى وضرب أهو موجودة يا سيدي عند القدماء. من حظك عزيزي الدكتور القمني الحظ السيء أنه المصري رح كاتب وبرسم الصور رح كاتب عليها المقصود منها، فما اداش فرصة لأي حد يألف ويحط كلام على كيفه خاطئ فيه افتراء على الوحي المقدس. أنا قبل ما أدخل في الفيديو الرابع والخامس للدكتور شخصيا القمني، عندك أي تعليق؟ لا أنا ما عندي تعليق، بس إحنا عايزين المفروض هل هناخد مداخلات؟ طبعا إحنا ممكن ناخد مداخلات، بس اديني فرصة عشان الفكرة تكون متكاملة. طيب. مش هطول. طيب المشاهدين أهو سمعونا اللي حابب يعني مش هطول. لا طبعا المشاهدين ممكن يتصلوا دلوقتي. طيب. أنا حابب المخرج مشكورا يجهز لي فيديو رقم 4، وحابب أنكم تسمعوا الدكتور القمني وهو بيتكلم عن المية وعن عجز قدماء المصريين في التعامل مع المية. خلينا نشوف فيديو رقم 4 ونرجع. ليه الفرعون واخد الفكرة دي عن بني إسرائيل؟ إنه قبل رمسيس الفرعون نخاو كان حاول يمد مية عزبة من النيل للسويس، قالوا له ما ينفعش المهندسين. ليه؟ قالوا له لأن الحوض القلزم منخفض، مية البحر هتضغى على مية النيل وتبوظه. بعديه فرعون بطليموس حاول ينفذ نفس الفكرة، قالوا له لا. يعني زي ما انتم شايفين عجز المصريين عن انه يتعاملوا مع ما نعرفش ما نقدرش، لا نستطيع شق المالح وتوصيله للماء العذب. ما كانوا يستخدموا قدرتهم في شق الماء يا دكتور؟ يعني ناس عندهم القدره اللي حضرتك بتتكلم عنها دي رايحين للمهندسين ليه؟ والمهندسين المتخصصين يقولوا مش قادرين، ما نعرفش ما نقدرش، ليه؟ ده كلام حضرتك اللي طلع من لسانك انهم عاجزين في التعامل مع الماء. خليني يعني زي ما حضرتك على منوال ما قلته عزيز الدكتور القمني أزيدك من الفيديو فيديو آخر. خليني أسمع حضرتك يا دكتور القمني وأنت بتؤكد عجز المصريين في التعامل مع الماء في حالة أكثر احتياجا لشق الماء. في الموقف اللي حضرتك بتقوله مفروض هم أكثر احتياجا لشق الماء الآن، فخليني أشوف وأسمع الدكتور القمني وهو يعترف بعجز المصريين أمام الماء. نشوف فيديو رقم 5 ونرجع. ومشي لحد ما هتوصل عند جزء هنا، شايفين الفتحة الصغيرة دي؟ هي دي بس اللي متصلة بتجعل بحيرة البردويل تتصل بالبحر المتوسط. وقت ما بيجي الجزر المنطقة دي اللي هي متصلة بالبحر المتوسط بتبقى جافة، فيقدر العابرين العابرون يعبرون منها. كده كان الجيش المصري بيعمل طول عمره، لما كان بيطلع يروح على قارة آسيا عشان يشن حملات هناك كان بيروح يجي هنا ويقف عند المنطقة عند الحتة دي بالظبط ويستنى الجزر، يحصل الجزر يمشي في المكان الفاضي اللي هو عدة أمتار ويخرج من المنطقة التانية على يابس. خلاص يبقى خرج. طب مش عيب الناس عندهم مقدرة على شق الماء يعطلوا الجنود؟ وده جيش، يعني جيش طالع في مهمة حربية، من العار انه ينتظر وعنده المقدرة دي، مقدرة شق الماء، ويروح منتظر في عجز تام ينتظر المد والجزر. ده ما عملوش موسى بالمناسبة، لا انتظر مد ولا جزر، ربنا قال له خذ العصاية واضرب البحر، ضرب البحر اتفلق. دي الحتة اللي تعباك يا دكتور القمني، انت مش مؤمن بيها، انت حر وانا احترم ذلك، لكن تدخل في كتابنا المقدس تحاول تلوي عنق النصوص وتحرف وتزور وتقتطع، وبعدين كمان العلم لم يسلم من هذا الامر، فجبت الجداريات المصريه وقطعت منها الجزء وحاولت تعمله، انا اعتقد ده كان يعني سقوط كبير جدا لحضرتك. فلو عندهم هؤلاء الجنود او المصريين مقدره على شق الماء استخدموا ده مع الجيش وما استنوه علشان يقف
وخاصة الجيش الوقت بالنسبة له مهم، السرعة يروح ويجي عشان المؤونة اللي معاه وإلى آخره، كل ده اللي احنا عارفينه بعد كل المعلومات الأكاديمية الموثقة علميا اللي احنا قدمناها بمعية البروفيسور أشرف صادق. عاوز أقول، أليس جديرا بقناة في حجم قناة القاهرة والناس أن تخرج ببيان تعتذر فيه لمشاهديها لبثها معلومات علمية مضللة وخاطئة؟ كمان أليس جديرا أيضا برجل باحث في حجم الدكتور القمني أن يعتذر لمشاهديه لأنه أخطأ في تفسير جداريات في علم المصريات، علم معروف وعلم له جهابزة وعمالقة وناس سهرت وتعبت عشان تفك الرموز واللوغاريتمات المصرية القديمة، وسهرت وتعبت عشان تدرس، مش ناس يطلع يقول الدكتور بيتوهمه. لا، أليس جديرا برجل في حجم الدكتور القمني أنه يخرج ويعتذر لمشاهديه لأنه أخطأ في تفسير جداريات في علم المصريات؟ كان يجب أن يسأل المتخصصين فيه قبل أن يفسرها هو حسب ما ارتأى. هذه أسئلة أتركها، ومن له أذنان للسمع فليسمع. فضل. طيب أنا يعني أتحفظ على كلمة يعتذر أنه أخطأ. الدكتور القمني لم يخطئ، الدكتور القمني أجرم لأنه ده تزوير. تزوير لا، ما يتقالش عنه أنه خطأ، ده جريمة يحاكم عليها القانون إذا كان في قانون طبعا. أخذ بعض المداخلات. فضل. بسرعة. أم عماد من أمريكا، ألو. ألو، أهلا بيك، تفضلي. ازيك يا أختي فدوى؟ أنا مداخلتي صغيرة جدا جدا عشان الوقت. فضلي. أنا بس عايزة أحضرتك تكتبي قدامك الإعلامي معتز الدمرداش مع الدكتورة زينب عبد العزيز. الست دي دخلت برضو في إيمانياتنا وفي ديننا بطريقة بشعة، لدرجة أنها بتقول أن في القرن الرابع بعد مجمع نيقيا إحنا ألهنا المسيح وقلنا عليه ابن الله في 400 سنة بعد الصلب والقيامة. فياريت يا أختي فادو والله يخليكي اكتبي بس قدامك مذكرة كده، الإعلامي المحترم معتز الدمرداش مع الدكتورة زينب عبد العزيز. طيب طيب احنا انا كتبت. شكرا جزيلا. شكرا ليكي. شكرا ام عماد، شكرا ليكي. الكل بس الله يخليكي على خلاص. ثقي تماما انه الموضوع هيكون فيه له اهميه خاصه عندنا. شكرا ليكي. شكرا ليكي. شكرا ليكي. ربنا معك. طيب طيب ناخذ دكتور رياض من فرنسا. الو. سلام المسيح استاذي وحيد ومدام فاتيا. سلام يا عم. حضراتكم طيبين وانت طيب. للعملاق الاستاذ الدكتور اشرف، أنا صراحة يعني في الحلقات كلها بتوفي وتكفي طبقا للقراءات وكل حاجة، أنا بس بحب أخاطب المنطق اللي هو بيحب يخاطب بيه الأستاذ سيد القمني. الأستاذ القمني استشهد بأن المصريين قدماء المصريين شقوا البحر. طب إذا كنت أنت بتستشهد بناس شقوا البحر بتقترح على موسى، دي نمرة واحد. صح. واحد تاني، إيه المشكلة؟ يعني الاثنين غلط الاثنين صح. نمرة اثنين، هل خرج فرعون ورا اليهود ولا لا؟ سؤال. النهارده بيقول لك لا، ده هم مشوا على حته ناشفه ومد وجزر والكلام ده كله. طب ما برضه كان فرعون وهو ماشي وراهم كان استنى المد والجزر ومشي وراهم على الارض يابس. مش محتاجين. ولو لم يخرج فرعون اساسا حضرتك، طب التوراه ذكرتها ليه من اساسه؟ ما الناس خرجت ومشيت على الارض يابسه وعدت الناحيه الثانيه، والهدف منها ان هو كان انقاذ شعب اسرائيل من المصريين. وبعدين انهي اله معدوه هيروح يبعث نبي رسول عشان ينقذ ناس متبغدده في مصر؟ دي كلام منطق بسيط جدا. هنرجع بعد كده طبعا، وهتيجي ظروف بعد كده في موقع بقى التجلي نفسه جبل، وهتبقى هنجيب بس هجيب معاها عدد طبعا كتير يعني وقتها بالامانه يعني. انما انا عايز اقول حاجه للاستاذ القمن، يعني هو راجل فعلا كلنا بنحبه وما زلنا يعني، ما احنا ما بنكرهش حد اساسا. صحيح. ما سلمناش كره. ان فرعون لما اخطا ربنا نزل عليه 10 ضربات، ولما سيد القمني اخطا ربنا بعت له وحيد ومدام فضل. خلاص، وربنا يبارك في خدمتكم كل سنه وانتم طيبين.
تعيش لكل سنة. شكرا لك. تعيش الربي. شكرا دكتور رياض. لا لو سمحت لي بس في حاجة بسيطة. تفضل 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 بروفيسور أشرف. مع الدكتور اللي تكلم ما نقولش خروج اليهود، لا نقول خروج العبرانيين. كلمة صح يهود لم صح تستخدم مزبوط إلا بعد ما دخلوا الأرض وبعد ما بقى في خلط بين صحيح يهوذا ويهوى صحيح، بس لكن مزبوط ما كانش في كلمة يهود إطلاقا. عبرانيين مزبوط، بني إسرائيل العبرانيين مزبوط. حتى في الحلقات اللي عارفش حضرتك حضرتها ولا لا، لما كان موسى وهارون بيدخلوا الفرعون بيقولوا له إله العبرانيين أرسلنا. مزبوط. فدي كانت قاسمة في حلقة سابقة لكلام الدكتور القمني أنه يعني هم ده إله غير الإله اللي كان موجود في عصر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ده واحد تاني. لا قالوا إله العبرانيين أرسلنا، إله أبائنا. أنا آسف. تفضل. عندنا وثائق للتسمية، مش كلام يعني كده يعني بن بن بنفكر فيه لوحدينا، لا عندنا وثائق. تمام تمام تمام. شكرا شكرا للمداخلة دكتور بروفيسور طيب أشرف. طبعا كلمة اليهود كتعبير كمصطلح أصبح هو الطاغي على كل صحيح مزبوط كل وده اللي بيقصده الدكتور رياض. صحيح. لكن يعني هو الدكتور أشرف بيركز على الاسم المصطلح العلمي بني صحيح إسرائيل أو العبرانيين. تمام. طيب خلينا ناخد جرجس من أمريكا. ألو ألو. طيب خلينا ناخذ زكريا من المغرب. الو السلام ونعم. اهلا بك يا اخ زكريا. اهلا بك اخ زكريا. سلام نعم والسعيد والاخوه والسنه السعيده التصفيه في تحت الاحتجاج زكريا. بخصوص موضوع الحلقه فان صادق واخلق اشرف من الدكتور سيد الحسني التي كان لا تعتمد على الاسلوب القديم في شرح الرجل الذي يمسك بالعصا. طيب بص يا بص يا اخ زكريا، انا بيعجبني في حضرتك يعني متابعتك لينا وبتشرفنا دائما باتصالك. المشكله انه الصوت فيه تقطيع مش واضح دائما، المشكله دي موجوده. حاول حاول اتكلم تاني هسمعك. تفضل. لو مشغل السماعه ممكن يشيل. كان صوت جيد. لا الصوت مش جيد للأسف، أنا بسمع نص ونص ما يعني لا أسمع. لو مشغل السماعة يا أخ زكريا ممكن تشيل أتكلم من التليفون على طول. أيوة وأنا تفضل. الآن صوت يعني إلى حد ما واصل كده، أتكلم وإحنا حنشوف. تفضل. يعني الدكتور أشرف هو أشرف طيب معلش أخ أخ, أخ أخ زكريا أنا بعتذر لك، أنا حبينا نسمعك لكن للأسف الصوت سيء، سامحني. ارجع اتصل تاني أخ زكريا لو سمحت، يمكن يتصلح الصوت، احنا حابين نسمعك. طيب خلينا نكمل في جزئية وبعدين. طيب أنا عاوز يعني دلوقتي بالنسبة للمادة اللي احنا قدمناها لم تعطي فرصة لا من قريب ولا من بعيد لأي شخص غير حتى الدكتور القمني أنه ياخد جدارية بالطريقة اللي عملها الدكتور القمني ويقطع منها جزء ويبتدي يحاول أنه هو يفسره عشان معلش أنا هستخدم كلمة سامحوني فيها عشان يلفقوا على الفكرة بتاعته. صحيح. ما ينفعش. صحيح. ف دلوقتي لما احنا استضفنا البروفيسور اشرف ايه اللي عملناه؟ جبنا الجداريه اللي هو استخدمها. نعم. وحطينا انا طبعا بحط الحتة دي عشان اوصل المعلومه ازاي للاحباء المشاهدين، وانتم كنتوا شايفين ازاي بسرعه قدر الامكان عاوزين نوصل كل اللي موجود عندنا. ازاي قرينا الهيروغليفي الموجود، ازاي تم ترجمه الهيروغليفي الموجود بدايه بالصوره اللي حطها الدكتور القمني. فانا بعتقد يعني الحلقه دي هي حلقه فاصله. نعم. وانا حابب اقول للاحباء المشاهدين احنا ما خلصناش.
أكيد. يعني احنا صحيح. بنعمة الرب لازم نوصل لجبل التجلي صحيح. فزي طبعاً. ما هو بدأ معنا من الأول الدكتور القيمني عشان يوصل لجبل التجلي احنا هنعمل كده. نعم. فاحنا لسه في تقريبا يعني قربنا نقطع قطعنا منتصف الطريق. الحلقة القادمة هتكون عن الختان بنعمة الرب، والحلقة اللي بعديها هيكون معنا البروفيسور أشرف مرة تاني عشان أمر هو متخصص فيه مش بتاعي، فأنا هستعين مرة أخرى بالبروفيسور أشرف علشان نجيب برضو الجداريات ونجيب التحليل ونشوف إيه المقصود من أجزاء أيضا أتكلم فيها الدكتور القمني. وبنوعدكم إحنا لسه يعني في طريقنا إلى موقع التجلي، لأنه في كلام كتير في موقع التجلي، وأنا بصراحة يعني مستغرب من المشاهدين. يعني أنت المشاهد بتقعد تتفرج وبيقول لك أنه جديد وسيغير التاريخ وسيكتشف موقع التجلي، طيب هل بصيت للنتيجة وشفت المحصلة ولا الموضوع كذا يعني وقف مع حضرتك؟ طيب خلينا ناخد زكريا مرة ثانية نحاول. زكريا سلام ونعمة. أهلا بيك تفضل. الله يحفظك. سلام ونعمة. أهلا بيك. أهلا بيك أخ زكريا. يعني برنامج أكاديمي، يعني تحكي الأكاديمي طيب طيب للأسف يا أخ زكريا معلش برضو الصوت رجع يعمل تقطيع تاني، معلش احنا آسفين مش فاهمين أي حاجة، يعني احنا الخسرانين صراحة، فمعلش أنا آسفة. خليني أخذ جرجس من أمريكا. ألو. سلام للعائلة المقدسة بدوى وحيد. أهلا بك. أنا بس عندي ثلاث ملاحظات. اولا من فضلكم قولوا لنا البرنامج ده بيعاد امتى، لان كان في مشكله تقنيه في الماجيك تي في ما عرفتش اشوف معظم الحلقات دي. نمره واحد اللي انا بقول. نمره اثنين، انا اشكركم جدا ان انا لما شفت السيد المحاضره بتاع السيد تمني تعبت نفسيا جدا، وكنت حيران، وكلمتكم وكلمت من الامور الذكريه قلت لكم فهمونا، فالحمد لله انكم انتم وضحتوا. الحاجة الثالثة اللي عايز أسأل فيها الأخ وحيد، العبرانيين كانوا موجودين في أرض جاثان، وأرض جاثان بالقرب من بورسعيد، إيه اللي يخليهم وما كانش في قناة السويس، إيه اللي يخليهم يتجه جنوبا عشان يروحوا عند السويس ويشقوا البحر تحت؟ هو ما كانش في مية أصلا، ممكن كانوا يعدوا. فعايز أفهم النقطة دي لو تكرم الأخ وحيد، وربنا يخليكم لينا ويديمكم المجد المسيح. أمين. شكرا لك. أمين. يا أخي شكرا شكرا لك. أنت بتقصد ليه اتجهوا جنوبا في برية سيناء بدل ما يطلعوا فوق على طول؟ على كل إن الوحي المقدس ذكر جزئية، وأنا سمعت صوت البروفيسور أشرف ربما عنده إجابة، وأنا بعد كده هعلق المكتوب في التوراة. في التوراة مكتوب أن الرب لم يسمح لبني إسرائيل أنهم يذهبوا مباشرة لأرض الموعد لألا يواجهوا بحرب من البداية مع الشعوب الموجودة هناك، فكان لابد أنه الشعب يعني يهدى شوية ويرتاح، ولم يكن المقصود 40 سنة. 40 سنة دي حصلت لما بنلاقيها بعد كده في سفر العدد، لما موسى بعت 12 شخص علشان يشوفوا أرض الموعد ويعرفوا المداخل ويعرفوا المخارج ويعرفوا قوة الشعب الموجود هناك، ومكثوا في بحثهم أو ما سماه الكتاب جواسيس في أرض الموعد 40 يوم. ولما رجعوا بدل ما يشجعوا إخوتهم بني إسرائيل اللي في برية سيناء، تعبوا المجموعة وقالوا مش هنقدر نصعد لأننا كنا في أعيننا كالجراد أمام هؤلاء الناس، وكذلك كنا في أعين أنفسنا وكذلك كنا في أعينهم. وبالتالي من هنا كان عقوبة هذا الشعب المتمرد أنه كل يوم قضوه في التجسس بسنة، فهم مكثوا 40 يوم حولت إلى 40 سنة ليبقوا في البرية، لأن هذا الجيل حكم عليه السيد الرب من 20 سنة فما فوق لن يدخل منه أرض الموعد من هذا العمر من 20 سنة إلى ما فوق إلا 2، وهما يشوع بن نون وكالب ابن يفنة.
علشان هم رجعوا وكان عندهم عدم إيمان وسجسوا، يقول الكتاب كده وسجسوا، سجسوا المكان يعني عملوا بلبلة في المكان. فبالتالي كتابيا ده اللي مذكور ليه لم يذهبوا مباشرة، كان المقصود يهدؤ قليلا ولم يكن المقصود 40 سنة. ال40 سنة أتت بما فعلوه هم أنفسهم. هل التليفون اللي قطع ده البروفيسور أشرف؟ طيب يا ريت نرجع مرة أخرى للبروفيسور أشرف. طيب خلينا ناخد عفة من أمريكا. ألو، مساء صباح الخير. صباح النور، أهلا بيك، تفضل. مدام فدوى والأستاذ العظيم الأستاذ وحيد، وحيد القرن العشرين 21. الله يبارك حياتك. وكرر هذا، وحيد القرن 21، وحيد كل العصور. العفو والرب يسوع. من كل القلب على مجهودك ومحبتك وتعليمك وتهذيبك وكل الكلام اللي قلته في الحلقة دي، وتقديمك لنا أستاذ صخرة كبيرة زي البروفيسور أشرف. بنشكركم جدا. ومدام إلهام، قصدي مدام فدوى، اللي بتلهمك بوجودها كل الأشياء الجميلة. عيلة جميلة، ربنا يمتعنا بيكم وربنا يزيدكم خير وبركة، وكل سنة وانتم طيبين وتزيدونا بمحبتكم وتعليمكم لنا كلنا. الله يبارك حياتك أستاذ وحيد. الله يبارك حياتك وشكرا لتشجيعك. وشكرا جزيلا أستاذ عفت. وأنا أقول وحيد كل العصور هو مونوجينس، اسمه كده في الكتاب المقدس، الوحيد الجنس، مونوجينس، هو شخص المسيح له كل المجد. نعم. الذي حسب الوحي المقدس منذ أن جاء في الجسد أن كل ما بعده هو اسمه جيل المسيح. فده هو ربنا يخفيك. تعيش تعيش، الرب يباركك أستاذ عفت. شكرا لك يا خافت. شكرا. العفو يا مدام فت. العفو، ربنا معك. نعم. ربنا معك عزيزي. طيب ناخد فريدة من أمريكا. ألو. ألو، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك، تفضلي. كل سنة وأنتوا طيبين. وأنت طيبة أخت فريدة. أنا كنت بس عايزة أعرف إيه قصد الأستاذ القمني لما قال أو حب يعرض إن في الجدارية موجود إن المصريين القدماء شقوا البحر أو شقوا المية. طيب هو معنى كده إن هو مش اللي عمله موسى دي مش معجزة؟ طب ما في نفس الوقت مكتوب عندكم في القرآن، يعني انتوا بتعملوا اللي في القرآن اللي مكتوب ده، هل بتنقلوه وانتوا مش مقتنعين بيه، ولا انتوا مأمنين بيه، ولا انت القرآن بتاعك غلط؟ يعني انت بتنسف حاجات المفروض ان هي مكتوبة عندك. فعيب عليك يا رجل على رأي أستاذ وحيد ان انت تكذب حاجة مكتوبة عندك في كتابك. انت كده بتنسف حاجات اساسيه في كتابك. وبعدين انت ايه الهدف منك انك تبحث في حاجات غيرك؟ يعني ايه الهدف ان انت تعمل العرض ده كله؟ ايه الهدف؟ انا اعتقد انه ده كان خطا كبير الدخول في علم المصريات، لانه ليه ناسه وليه اربابه وليه علماء وليه لغة، لغة إحنا ما بنفهمهاش، ما بنعرفهاش، بنشوفها كذا لغة رتمات قدامنا. حتى الدكتور القمني، أتفضلي. يعني هو دخل فيما لا يعنيه أو ما يعرفوش، يعني ما يعرفوش. أنا ما عنديش مشكلة بالمناسبة إن الدكتور القمني يقول لي بص كتابك ده أنا لا أؤمن به، وكتابك ده خرافات، وكتابك ده تناقضات. إلى هنا ده حقه، بس يدخل في الكتاب ويشيل النصوص ويقطعها، هقول له آسف أنت هنا. طيب تفضلي. هو كان ايه هدفه من هو يجيب ان موسى اللي عمله ده بما معناه موسى اللي عمله مش معجزه؟ طب ما هو مكتوب عندك في كتابك. بص يا اخت فريده، هو الدكتور القمني هو ضد المعجزه، بغض النظر المعجزه دي فين. هو قال كده بالعقل، قال المعجزه المؤمن يؤمن بها، بس على مستوى العقل ده كلامه من لسانه. فالرجل بيحكم بعقله، والمعجزة بالنسبة له أمر ربما يكون أساطير وخرافات. إحنا شفنا النهاردة إنه الأساطير والخرافات سمعناها من الدكتور القمني وليس من الكتاب المقدس. شكرا لك، أتفضلي. شكرا لك يا أخت فريدة.
طيب انا شايف الدكتور الدكتور بروفيسور اشرف رجع معك دلوقتي. طيب كويس. كان حضرتك عندك تعليق على سؤال الاخ جرجس؟ لا ما انت حضرتك جاوبت عليه. هو فقط يعني كنت عايز اقول انه كانوا متجهين في اتجاه كده مستقيم, فاللي قابلهم يا اما البحيرات المره يا بحيره التمساح. يعني العمليه بالنسبه لهم, هم ما كانوش علماء جغرافيا ولا طبوغرافيا, يعني كانوا بالطريقه التلقائيه كناس فواجهوا. لكن هي كلمه الجنوب لان الخط نفسه البيست المدج نفسه كان رايح لهذا المكان, لان كان في طرق او مدجات في هذا الوقت اللي هي يعني توصل. فبحر صوف او المنطقه هذه كانت غويطه جدا, يعني زيها زي اي حته في خليج السويس. لكن انت حضرتك يعني غطيت الموضوع. تمام. هو طبعا سؤال الاخ جرجس ما بعد العبور ليه اتجهوا جنوبا؟ ما بعد العبور اولا ده واضح جدا حتى في الكتاب المقدس. يعني كان في موضوع التيه, انه تاه مفروض انه كان ما يوصلش بهذه السرعه. صحيح. وبعدين انت حضرتك غطيته, ما فيش داعي نعيد الكلام. لا العفو يعني. العفو استاذنا, الرب يباركك بروفيسور اشرف, شكرا لمحبتك. طيب انا كان عندي سؤال, مش عارفه ما يعني ما فيش وقت, احنا اقل من 3 دقائق باقيه, بس كنت عايز عشان اصل ابو عصايه ده شاغل الدكتور القمني وما اعرفش, فهل ابو عصايه ده يا حضره البروفيسور هو دايما حارس ولا هو ممكن يكون عنده حاجه تاني ولا مختلف عن ابو عصايه وتعبان؟ مش عارفه فهمت السؤال بتاعي ولا لا, بس هو ناقص عندنا ابو رجل مسلوخه بعد كده. ابو عصايه زي ما احنا فسرنا انه حارس. سامعاني حضرتك؟ سامعك اتفضل. يعني حارس من حراس الابديه, واحيانا بيكون في شخص اتوم اللي هو يعني اسبكت معين من اله الابديه. يعني يا اما حارس يا إما هو إله من آلهة الأبدية في مصر القديمة. ودي أشياء ما هيش عويصة, عندنا نصوص, كم فظيع من النصوص بيوضح عمل كل هؤلاء الأشخاص اللي بنشوفهم ما نسميه باللغات التانية الفينيات في كل فصل من الفصول الموضحة بالرسوم. طيب. ومعها النصوص. طيب. ونصوص طويلة. طيب. يعني أي نص ممكن يوضح. تمام. لنا كمان. تمام بروفيسور أشرف, يعني الوقت داهمنا. فأنا من ناحيتي بشكر الله من أجلك بداية, ومن أجل العلم اللي عند حضرتك والمعرفة. بشكرك لأنك أسريت الحلقة, كنت مقنع في كل الصور, في كل القراءات الهيروغليفية اللي حضرتك قدمتها, وأسريت الحلقة بما لا يدع مجال للشك. وحننتظرك في الحلقة بنعمة المسيح اللي بعد القادمة تكون موجود معنا وتعلمنا. شكرا لك كثير بروفيسور. أنا أشكركم عشان. يعني أنا أشكركم لتحت الفرصة دي, لأن كان واجب الرد بالطريقة العلمية, ونفضل نخلينا بطريقة منطقية علمية. أمين. شكرا لك وشرف لنا أنك تكون معنا يا دكتور. إيش أنا اللي تشرفت بكم تعيش. شكرا لك. شكرا. طيب أنا بعتقد أنه إحنا حب نقول للأحباء المشاهدين تابعونا الحلقة اللي قادمة بنعمة الرب عن الختان, تابعونا فيها ولحد ما نوصل معاكم إلى جبل التجلي اللي سماه الدكتور التجلي الأعظم. رب يبارك حياتكم, وشكرا أنكم احتملتونا في حلقة طويلة زي كده ساعتين. طيب شكرا لك أنت كمان, وشكرا لكم مشاهدينا. المسيح يبارك حياتكم. صلوا لأجلنا كثير زي ما إحنا بنصلي لأجلكم, وحنشوفكم بنعمة المسيح في حلقة جديدة. وللأحباء اللي بيشاركوا معنا الحلقة الجاية والحلقات اللي بعدها حيكون لكم فرصة أكبر, وبنعتذر إن إحنا النهاردة ما أخذناش يعني عدد كبير. نشوفكم في حلقة جديدة.